صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. بنرحب بيكم جميعا في بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. بطبيعة الحال هتكون مليانة كلام عن ماتش امبارح، لأن امبارح الحقيقة كلنا كمصريين دخلنا ننام وإحنا إما غضبانين، يعني ما بين ناس غضبانة وناس مستاءة جدا، وما بين ناس بتضرب كف على كف ومش فاهمة حاجة. ليه مش فاهمة حاجة؟ لأن إحنا عندنا سكواد المفروض إن هو يخوف، عندنا أسماء كبيرة وأداء مش قد كده الحقيقة يعني، فشفنا ما لم يطمئننا، يعني كلمة حق لازم تقال. وبطبيعة الحال هنتكلم مع حضراتكم بقى في سياق حلقتنا النهاردة عن كل التفاصيل، وكمان هنتكلم باستفاضة في الفقرة الحوارية اللي هنخصصها بالكامل للحديث عن مباراة الأمس. صباح الفل عليكم. وصباح الفل عليك يا نهاوي. والله يا كريم صباح الخير. يعني مش هنقدر النهاردة نيجي نتكلم بسعادة أبدا، لأن الناس كلها ما كانتش متوقعة أصلا اللي بيحصل أو اللي حصل. كلمنا امبارح وبقالنا فتره، يمكن اسبوع فات كمان وشهر فات، بنتكلم عن كاس امم افريقيا، وبنتكلم عن الاوضاع المختلفه، وبنتكلم عن الشكل المختلف والتطوير اللي حاصل، ومعاك مدير فني قوي، ومعاك لعيبه دلوقتي بقت على قدر المسؤوليه. طول عمرهم على قدر المسؤوليه، لكن ما كانوش بيأدوا بصراحه المسؤوليه دي، ما كناش بنشوفها قوي في الملعب. وكنا متفائلين، وفي نفس الوقت انت بادئ مع مباراه يعني منتخب موزمبيق، مع احترامي الشديد انا اتحدث فنيات، لا كان ممكن تكسب بسهوله. بس في حاجه بقى يا كريم، وما اعتقدش ان حد ممكن يختلف قوي معايا في النقطه دي ولا انت، اللي هي هو ليه والله لازم في المباريات اللي مفروض او يفترض ان هي سهله لازم يتحرق دمك، لازم ما تحققش اللي انت نفسك فيه، لازم ما تكسبش مثلا المكسب اللي تستحقه؟ ليه يعني؟ انا نفسي حد يطلع من الخبراء في عالم كرة القدم مثلا والرياضة يقولوا لنا ليه في الحاجات السهلة منتخب مصر ما بيأديش؟ انت عندك فرصة سهلة، ليه توصل نفسك ان انت تبدأ بعد كده تقعد تحسبها؟ اصل غانا لو مش عارف ايه، اصل لو هنا فازت فانا ممكن ليه امسك ورقة وقلم واقعد احسب فرصي اذا كانت هتبقى في صفي ولا مش في صفي؟ يعني الموضوع والله انا عندي كلام كتير قوي اقوله، من كتر ما انا عندي كلام مش عارفه اقول ايه ولا ايه، بس هنقول طبعا على مدار الحلقه. لكن الاداء لا غير مرضي تماما. وخليني بس نقول حاجه عشان محدش برضو يفهم كلامنا غلط، احنا طالعين النهارده وغيرنا طالع هيتكلم وهينتقد اداء فني، هيتكلم وهينتقد تقصير يعني من لعيبه، لكن احنا لا ننتقد لعيبه بشخصها، لا ننتقد مدير فني بشخصه. ما ينفعش ابدا اللهجه تبقى اصل انتوا لا منتخب ولا انت مدير فني ولا انتوا فاهمين في حاجه. لا ده انتقادات بقى ساذجه، انتقادات يعني طفوليه مع احترامي الشديد، لكن لا يصح ابدا ان انت تطلع تتكلم بهذا الشكل، او خلينا نسميها انتقادات عاطفيه. ده ما ينفعش ابدا، لازم يبقى في منطق وانت بتتكلم، ولازم يبقى في منطق وانت بتغضب. حتى احنا امبارح ما كناش نليق ابدا بمستوانا ولا نليق بمنتخب مصر فنيا. كلامنا كله النهارده هيبقى فيه كلام، وهيبقى فيه كمان نقد لازع، بس فنيا ما بتكلمش عن اللاعب. مش هاجي اطلع اقول لك اصل فيتوريا كان مدير فني اصلا ما ينفعش يدرب المنتخب، الكلام ده مش هنقوله ابدا. ولو حتى احنا حاسينه يا كريم ما ينفعش نقوله دلوقتي ابدا، فاهم قصدي؟ مش وقتها ابدا، وما ينفعش ولا يصح، ومش من الذكاء ان احنا نعمل كده. بصي احنا كده كده ورا منتخبنا بطبيعه الحال، ولازم ندعمه ولازم نكون في ظهره، لان ده واجب وطني علينا كلنا كمصريين. دي نقطه ما فيش فيها يعني مساحه كافيه يعني لاختلاف وجهات النظر، ده واجب علينا، ده منتخب مصر في نهايه المطاف. وعشان هو منتخب مصر في نهايه المطاف، امبارح الحقيقه يعني كان في حاجات كتيره قوي تدعو للاندهاش. يعني انا واحد من الناس ما تخيلتش ان ممكن تيجي عليا اللحظه اللي افرح فيها فرحه عارمه لمجرد ان احنا اتعادلنا مع موزمبيق. مع كل الاحترام للمنتخب الموزمبيقي، اتعادلنا مع موزمبيق في الوقت المحتسب بدل ضايع بالعافيه. يعني انا الجمله دي مش عارفه تدخل ذمتي، فاهمه ازاي؟ غريب جدا. وده بياكد على الفكره اللي انت بتقوليه، ان فعلا 90% من المرات اللي بنبقى داخلين فيها في بطولات كبيره في مجموعه نسبيا في المتناول، ونبقى متخيلين ان احنا هندوس على المنافس ونكمل مشوارنا، لازم يحصل نفس اللي حصل. بتستكتر على نفسك انك تلعب مباراه سهله، بتستكتر على نفسك الفوز السهل. انا مش فاهمه يعني، ممكن نكون بنستكتر على نفسنا الفوز السهل، يعني ربما ده يبقى الحل الحقيقه او الاجابه يعني.
مش كل حال على كل الاحوال لدينا هنتكلم مع حضراتكم في حلقه النهارده اكيد في كل هذه التفاصيل، وكالعاده برضو في الساعه الثانيه هيكون عندنا فقرتين حواريتين. بالمناسبه الفقره الاولى النهارده هنتكلم من خلالها عن كاس امم اسيا، وكمان هنتكلم عن كاس السوبر الاسباني. دي الفقره اللي هينورنا فيها الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي. الفقره الثانيه بقى دي اللي هنتكلم فيها باستفاضه عن منتخب مصر وعن مشوار المنتخب المصري في كاس الامم الافريقيه مع كابتن اسامه عرابي احد كبار نجوم النادي الاهلي السابقين، اللي بنسعد اكيد ونتشرف بوجوده معانا في 10 الصبح في الاهلي. بدايه بتهيالي العنوان الاكثر دبلوماسيه انجاز التعبير ان احنا هنتكلم على ماتش امبارح ونعلق عليه ونقول ان هو كان تعادل بطعم الخساره، طبعا مليون تفصيله تحت هذه الجمله. ده طبعا اقرب وصف لمباراه امبارح لمنتخب مصر امام موزمبيق، والتعادل بهدفين لكل فريق في اولى مبارياتنا في بطوله كاس الامم الافريقيه. الغريب بقى ان الماتش ابتدى بضغط مكثف من جانبنا، وقدر مصطفى محمد انه يخطف الهدف الاول مبكرا لصالح المنتخب المصري في الدقيقه الثانيه من عمر المباراه. كلنا قلنا بس ده اللي جاي بقى غير مسبوق وهنشوف سيرك قومي منصوب. ما حصلش. اللي حصل ان بعد ما الجول ده اتسجل مستوى الاداء نزل بشكل كبير جدا بعد الهدف الاول، وفي الشوط الثاني وفي وقت قليل جدا قدر منتخب موزمبيق ان هو يسجل هدف التعادل ثم يتقدم بهدف، وده كله كان في اقل من حوالي 3 دقائق. في النهايه يعني قدر منتخبنا ان هو يواصل ضغطه ويخطف طبعا تاني هدف من ضربه جزاء لمحمد صلاح في الدقيقه 95. لكن في كل الاحوال احنا يعني طلعنا من هذا اللقاء بنقطه على كل الاصعده. كلمه نقطه دي يعني حصلنا على نقطه وجات لنا نقطه مع انتهاء هذه المباراه، لان الحقيقه يعني شفنا فيها ما لم يكن متوقع باي حال من الاحوال. منتظرين تصحيح الاخطاء اللي حصلت باسرع وقت ممكن عشان اللي جاي بالمقارنه باللي فات. لا، مفيش مقارنه اصلا. لما احنا كان يعني دي كانت مبارياتنا او مباراتنا الاولى اللي المفروض ان هي في المتناول، طب اللي جاي ايه؟ امال لو كنا بنلعب السنغال يا حضرات، لو كنا بنلعب منتخب الجزائر ولا منتخب المغرب في اول لقاءاتنا في النسخه دي من البطوله كان هيحصل فينا ايه؟ او كان هيحصل معانا ايه؟ لعله خير ونتمنى نبقى فيه فعلا. لعله خير منين؟ هنقول ان في جبت منين الخير؟ عارفه ممكن يبقى الخير جاي منين؟ ودي برضو حاجه حصلت قبل كده. انك تتكعبلي كعبله تستحق انك تقف. انا مش عايزه اتكعبل. انا هقول لك اهو. ما في اقدار. هو لازم اتكعبل عشان ابقى كويسه. يا ست الكل في اقدار احيانا بتقول قولها، لكن واقعه زي دي لازم نقف بعدها وبسرعه ونصحح الاخطاء عشان اللي جاي تاني مش زي اللي فات. يعني ما احنا عارفين. كعبله ملهاش اي لازمه، ملهاش اي داعي. ماتش كان يخلص بسهوله، كل الاستوديوهات التحليليه، كل النقاد الرياضيين. وعلى فكره انا بحب اتابع في الخارج وفي الداخل، ما بتابعش بس احنا بنقول عن نفسنا ايه، تحليلات واستوديوهات التحليليه المختلفه في كل الدول العربيه تقريبا بتابعها. انا بحب اقعد اتفرج قبل ما انام على كل حاجه. لا، كل الناس بتتحدث. يعني طبعا مفيش حاجه مضمونه في كره القدم، ولكن في الاول وفي الاخر المباراه يعني شبه مفهوم ايه اللي هيحصل فيها اصلا. على كل حال علشان يعني ما نتكلمش بصيغه سلبيه قبل ما تنقلي الكلام بس سريعا، وبالمناسبه والشيء بالشيء يذكر، خدتيش بالك انت من التصريح اللي ادلى بيه المدير الفني لمنتخب موزمبيق بعد نهايه المباراه واللي استهل الكلام فيه بعباره ان هو محبط؟ مش هقول لك اكتر من كده، كملي بقى كلامك. ما فيش كلام يتقال. لا، ما هقول لك على حاجه للاسف الشديد يعني، وهقول تاني للاسف الشديد. انت اللي يعني طبعا الطموح شيء رائع جدا والثقه شيء رائع جدا، ولكن في الاول وفي الاخر انا لما اسمح للمنافس بتاعي ومنافس بعيد كل البعد عني في الارقام وفي التاريخ وفي حاجات كتيره جدا ان هو يتحدث ان هو زعلان بالتعادل معايا، فلا طبعا امر مش عارفه، هو امر مضحك ممكن نسميها بالحقيقه كريم، لكن في الاول وفي الاخر انت اللي ممكن تكون وصلت طبعًا المنافس بتاعك ان هو طبعًا يشوف نفسه في نفس مستواك، لان انت تاني هرجع اقول وان كان تاريخك الافضل لكن حاضرك بعيد بعيد عن المستوى اللي انت كنت محققه في الماضي. فمش هنرجع بقى ونتكلم تاني بصيغه يعني سلبيه طول الحلقه، هنتكلم طبعا، لكن لازم برضو نتكلم شويه لو كان في بعض الايجابيات. انا بشوف من وجهه نظري برضو لو تتفق معايا كريم، يعني من الحاجات اللي حصلت يمكن في الماتش ايجابيه الى حد ما، انا بشوف مصطفى محمد بصراحه كان رائع، وفكره ان هو يسجل هدف يعني من اسرع كمان الاهداف اللي صحيح تم يعني التركيز عليها في منتخب مصر في تاريخ امم افريقيا طبعًا اصلا طبعًا، وده كان اسرع هدف مصري في البطوله، فيعني دي طبعًا حاجه انا بشوفها ايجابيه جدا الى حد كبير. لو احنا هنتكلم بقى كمان على الاطلاق، فهو كمان
الأسرع في أمم أفريقيا على الإطلاق. وكان بيفكرني بقى بالهدف اللي سجله أيمن منصور لو حضراتكم فاكرين، نجم منتخب مصر السابق في كأس أمم أفريقيا بسنة 94 كان برضو اللي فاز بيه منتخب مصر 4-0 على الجابون، برضو كانت مباراة رائعة جدا. والهدف جه في الثانية كام بقى وقتها؟ نص دقيقة الثانية ال 19 ال 20 حاجة زي كده. فيعني لا يعني أعتقد شيء مش سيء يعني ده. بس على كل حال هرجع أقول تاني، لا طبعا كمشهد عام احنا كنا متوقعين اداء تاني ونتيجه اخرى. يعني في الاول وفي الاخر احنا لما جينا اتكلمنا يا كريم قبل المباراه ما كناش بنتكلم بس في صيغه يا جماعه يا رب نفوز، لا احنا كنا بنقول عايزين نفوز شكلا وموضوعا. انت عايز تشوف عايز اطمن يا جماعه، ما انا عايز اطمن، انا دلوقتي مواطن مصري مشجع مصري بتبدا بطوله مع منتخب مصر ما كانش بصراحه يعني بيسعدني في سنوات طويله ماضيه، فانا عايز اطمن على الاقل قدم لي اول مباراه بشكل كويس، طمني خليني كده ارتاح شويه اقول ايوه بقى منتخب مصر نازل بروح تانية، خصوصا ان انت جاي من هنا ومسافر اعتقد ما كانش ناقصك حاجه طبعا. وبصراحه بقى الحق يقال، انا معلش هتكلم، اتحاد الكره مش هقدر انتقده لان اتحاد الكره يعني احنا طبعا بنشوفهم وبنتابع شغلهم بغض النظر بقى لو حد شايف في امور فيها تقصير ما نختلفش، بس بصراحه يعني اتحاد الكرة بيشتغل بجد، اتحاد الكرة كان ناوي يعمل حاجة مختلفة ونفسه يعمل حاجة مختلفة هذه السنة وهذه البطولة، الناس فعلا نفسها. أصل في الأول وفي الآخر لو أنت مسؤول ما هو أكيد من مصلحتك أن المنتخب يفوز، من مصلحتك المنتخب يبقى الأفضل، فما فيش حد بيشتغل ضد نفسه. فأنا الناس دي بشوفها لا بصراحة في أمور كتير جيدة كانوا بيشتغلوا عليها هذه البطولة، لكن والدعم موجود، الدعاء الجماهيري اللي فوق ال 100 مليون موجود، الامكانيات موجوده، المدير الفني الجيد معاك، يبقى التقصير ده لما يجي يبقى فيه امور داخليه احنا يمكن بقى ما نعرفهاش، انت ما كنتش في افضل حالاتك، كنت مستسهل المباراه، كان عندك ثقه زايده في نفسك، كلها امور ممكن تكون وارده. فهنرجع نقول تاني انتقادنا بيكون لما حدث وليس للاعب نفسه ولا للمنتخب نفسه، لان لسه بدري جدا عشان اتكلم كده، وما ينفعش والمنتخب في بطوله اثناء بطوله اطلع اتكلم وانتقد واهدم، مستحيل. فعشان بس الواحد يبقى واقعي ومنطقي في كلامه. انا واحد من الناس ان جيتي الحق كنت بتعامل ضمنيا حتى من غير ما اقول ده يعني بشكل صريح، لكن انا واحد من الناس كنت بتعامل مع مرحله المجموعات على اعتبار انها مفروغ منها، الموضوع ده الموضوع ده خلصان كده كده، وبنتكلم ان احنا ان شاء الله لما نتصدر مجموعتنا ايه اللي هيحصل معانا بعد كده في الادوار الاقصائيه والمباريات الاقصائيه. لكن حصلت كبسه جماعيه لعموم الشعب المصري نتيجه طبعا مباراه امس ونتيجتها اللي طبعا انتهت بالتعادل، وده كان امر مستغرب ومستهجن من ناس كتير قوي لاعتبارات كتير تاني، مع كل التقدير والاحترام للمنتخب الموزمبيقي. بالمناسبه فيتوريا امبارح في تصريحات وعقب المباراه قال كلام كتير واستهل كلامه بان هو يقول ان احنا ابتدينا بشكل جيد ونجحنا في تسجيل هدف، لكن فقدنا التركيز في ثلاث دقائق في الشوط الثاني كانت كافيه جدا وكفيله لتسجيل منتخب موزمبيق لهدفين، بالتالي خسرنا نقطتين من هذا اللقاء. وكمل فيتوريا كلامه وقال لم نفقد الفرصه بعد على المنافسه بعد هذا التعادل امام منتخب موزمبيق، وما زال امامنا الكثير لنقدمه في كأس الأمم الأفريقية. في هذه البطولة كل مباراة لها ظروفها ولها حساباتها، وما حدث لن يتكرر وسيتم الإعداد الجيد لمواجهة غانا في الجولة القادمة، وإحنا بنقول هكذا نتمنى، يعني هكذا نتمنى. نقطة. طب بص أقول لك على حاجة، التصريحات عجبتني لأن أنا بحترم جدا جدا الشخص المقصر لما يطلع يقول لك أنا قصرت في كذا، أنا ما عملتش أفضل حاجة عندي، لكن اطلع اقول لا عادي وعلى فكره وغانا بعد كده المباراه يوم 18 ما فيهاش حاجه وفي ايدينا وهنعدي منها واحنا مع الصعب احسن، ده كده كلام فيه نوع من حتى كان ممكن تصريح زي ده يبقى فيه استفزاز للجماهير. لكن التصريح ان انا اطلع اقول وده برده ما يعني ما يخليناش نبطل نبقى زعلانين، هقولها نبطل نبقى زعلانين من اللي حصل، بس تصريح اوكي تمام، يعني انت عارف ان انت قصرت، انت عارف ان انت المباراه دي كان ممكن تكسبها، انت عارف ان منتخب موزمبيق انت افضل منه بكتير فنيا، انت عارف ان انت كان ممكن تظهر بشكل تاني خالص، فكويس ان انت بتطلع وبتعترف بده. حتى اللعيبه بالمناسبه اللعيبه مش خارجه بتقول الحمد لله عملنا اللي علينا، كتير من اللعيبه كانت مستاءه جدا، كتير من اللعيبه كانت عارفه وبيشهدوا احنا ما كناش جيدين،
نرجع نقول تاني ثقة زايدة وغيره، الله أعلم، عدم توفيق برضو محدش عارف. لكن الخلاصة بتاعتنا إن مباراة غانا القادمة إن شاء الله يوم الخميس 18 الساعة 10 بالليل بتوقيتنا، دي هتبقى مباراة مش سهلة وهتبقى مباراة أصعب. وأنا بقى أتوقع وإحنا قاعدين أهو النهاردة إحنا هنعمل أداء إن شاء الله رائع جدا. طب مع موزمبيق ما عملناش ده ليه؟ على كل حال والله من بقك لباب السر. لا لا متوقع دي هتبقى الطرديه الوحيده، ولو ان ما بقاش في حاجه متوقعه اكيد بس بس يعني لو ده حصل هتبقى دي الطرديه الوحيده. الحسابات تقول كده، خلينا نقول الحسابات هي اللي تقول كده، مش اي حاجه تانية غير حسابات. يعني على كل حال الشق الايجابي كمان في هذه البطوله هو التحكيم المصري اللي حقيقي ما فيش حد ما اشادش بيه. يعني عارفه يبقى في اجماع على حاجه، دي حاجه بتسعدنا ان فعلا التحكيم المصري رائع جدا. وامبارح اختارت لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي برضو محمد عادل، كابتن محمد عادل حكم لمباراه مالي وجنوب افريقيا، ده ضمن منافسات الجوله الاولى اللي هي هتكون الثلاث اللي جاي ان شاء الله، ومعاه محمود ابو الرجال واحمد حسام طه هيكونوا مساعدين، وايمن عمر حكم رابع، وكان سبق لطاقم تحكيم مصري قبل كده بقياده امين عمر عفوا اداره برضو مباراه الافتتاح لو حضراتكم فاكرين اتكلمنا عن ده امبارح، وكان المستوى اكثر من رائع. وبنتمنى للحكام المصريين كل التوفيق، وبتمنى انا وكريم وبتمنى انا على المستوى الشخصي ان احنا نبطل جلد الذات ونبطل نقلل من انفسنا ونبطل نحاول ان احنا اي شخص بيحاول ان هو ينجح لو مش عارفين نبقى زيه نحاول نخليه يرجع تاني يبقى زينا. وحشه دي يعني الحكام بتوعنا يا كريم. اه طبعا احنا اتكلمنا في ملف التحكيم ده كتير وانا قلت الكلام ده، بس كل اللي انا بطلبه وبترجاه وكلنا اكيد حاسين بنفس الكلام، خلينا نديهم شويه ثقه، لان لما اخدوا الثقه العالم اشاد بيهم، البطوله اشادت بيهم، مش هقول العالم عشان لما ياخدوا الثقه ما يرجعوهاش تاني. لا كده كتير كده بقى مش هنوصل لحاجة. لا لا يعني بجد والله، بس فعلا هم يعني تلاقي مثلا حكم وهو بيحكم مباراة محلية وتحديدا لو مباراة قمة، لا مش هقول مرتعش، مش كلهم بس في اهتزاز في قلق، انا خايف ده ينتقدني وخايف ده يقول عني كذا. فكرة اللي عايز يقول يقول، انا شغلي حكم لازم اكون صاحب قراري ومسؤول عن قراري ولازم يبقى عندي سمات معينة في شخصيتي، واللي مش عاجبه ما يعجبوش على فكرة، ما يعجبوش احنا ما يعجبناش الاعلام ان شاء الله ما عجبه، بس طالما انت حكمت صح وفقا للقانون بيبقى مش مهم حد يعجبه على فكرة. هي دي هو ده اللي انا اعرفه، طالما انت في مركز قوة. فعلى كل حال يعني كل التوفيق، وده يسعدنا جدا ويشرفنا جدا ان حكامنا المصريين يشرفونا في بطولات افريقيه، وكمان باذن الله عالميا وعلى مستوى كمان الرجال والسيدات يا كريم، مش بس الرجال دلوقتي، المراه برده داخله حكمات كتيره مصريات واتكلمنا عنهم قبل كده، فده اكيد شيء برده مشرف جدا. تعالى بقى نروح لملف مختلف حبتين. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه زار امبارح لعيبه المنتخب المصري لكره اليد طبعا لدعمهم قبل خوض اللقاء المرتقب يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله قدام غينيا. بالمناسبه دي هتكون اولى مبارياتنا او يعني اول مباراه للمنتخب في بطوله الامم الافريقيه لكره اليد رقم 26 اللي بتستضيفها مصر في الفتره من 17 لغايه يوم 27 من شهر يناير. هنأ السيد وزير الشباب والرياضه جميع لاعبي المنتخب طبعا على الاداء المشرف في البطوله الدوليه اللي خاضها الفراعنه في الدنمارك استعدادا للبطوله الافريقيه، ووعدهم بالاتي، وعدهم بمضاعفه مكافئات البطوله لكل اللعيبه في حال تحقيق اللقب والوصول للاولمبياد بشكل مباشر، واكد كمان على ثقته في كل اللعيبه وفي الجهاز الفني، وكمان اعرب عن ثقه الجماهير المصريه في تحقيق لعيبه المنتخب المصري لكره اليد اللقب الخاص بهذه البطوله. وزي ما كنا بنتكلم كام يوم من اللي فاتوا الحقيقه ملف كره اليد يعني بقى من الملفات المشرقه جدا والواعده جدا والمبشره جدا، نفس الكلام اللي بنقوله على الاسكواش ابتدينا بشكل ملحوظ نقوله على كره اليد، ويا رب الكلام ده كمان ينتقل لكل الرياضات المصريه ولا سيما كره القدم ومنتخبنا. مش قادر مش قادر مش قادر والله ما حدش فينا قادر ما حدش فينا قادر. على كل حال دايما بيتقال ضربه البدايه لو جيده الواحد بيرتاح يعني بيطمن، لكن الحقيقه اللي احنا كنا طالبينه ان احنا نرتاح ونطمن، ومش عايزه النهارده بقى سلبيه، بس انا في الاول في الاخر احنا يعني ايفن لو احنا اعلاميين احنا مصريين احنا جماهير، فاكيد احنا بنعكس برضو اللي حاسه ملايين الجماهير يا كريم. طب يعني ما احنا قاعدين في البيوت وقرايبنا والناس اللي نعرفهم كل الناس حزينه، كل الناس كانت تتمنى يبقى في اداء او ضربه بدايه مختلفه، بس على كل حال ما فيش مشكله فيش مشكله، اللي حصل حصل، انت في ظهر منتخبك على كل حال برضو في الحلوه وفي المره لغايه لما المره تبقى بس الموجوده يعني ان شاء الله خير
امبارح بقى خلينا ننتقل شويه لبعض الاخبار الاخرى، بعد كده هنرجع تاني طبعا لسه عندنا كلام كتير على المنتخب ومباراه غانا، واللي كنا بنقول تاني وهنرجع ناكد مباراه ليست سهله ابدا وهتكون فيها اشد صعوبه اشد تنافسيه. وغانا بالمناسبه بعد ما خسرت هي عايزه تيجي تعوض معاك، وانت من بعد ما تعادلت عايز تيجي تعوض مع غانا، فهي مباراه هتبقى مباراه قويه. على كل حال خلينا ننتقل لبطوله افريقيا للدرجات، وانا وانت كنا اتكلمنا عنها اكتر من مره، بتستضيفها مصر امبارح، وقدر كمان بالمناسبه منتخب مصر ده اللي اسعدنا ان هو يحقق بقى 50 ميداليه ويتوج بالبطوله الافريقيه للدرجات، فاز ب 23 ميداليه ذهبيه و17 فضيه و10 ميداليات برونزيه، فاعتقد مجموع رائع جدا من الميداليات. مبروك لابطالنا ابطال منتخب مصر اللي خاضوا فعلا فتره اعداد كمان كانت قويه جدا، وده الاساس اللي بنتكلم عنه دايما، لازم يبقى في فتره اعداد قويه قبل اي بطوله، وكان حققوا قبل كده لقب البطوله العربيه بالسعوديه، فنقدر نقول ان يعني المنتخب ضمن التاهل لاولمبياد باريس، وهيتم الاعلان الرسمي باذن الله عن مقاعد مصر في باريس 2024، هيكون ده شهر 4 القادم. بس رائع جدا ان احنا دلوقتي الاعداد كمان المشاركه في الرياضات المختلفه يا كريم بقت في تزايد، فده شيء اعتقد رائع جدا. هذه الانجازات اللي تفرح وتشرف. صحيح. خلونا قبل ما نطلع الفاصل ده ناخد فكره كده عن درجات الحراره النهارده وصلت كام في كل المحافظات المصريه، بعدها فاصل ولا انا عوده ان شاء الله، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم اكيد انا وكريم، وخلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه. هنروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره، معانا نورهان طمان. نورهان صباح الهنا عليكي طبعا وسامعينك انا وكريم وكل الساده المتابعين، تفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم من مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، نطلعكم على الأجواء وطبعا أبرز أخبار النادي وفرقه المختلفة، ولأن طبعا كرة القدم هي اللي بتستحوذ على الاهتمام الأكبر لجمهور قناة النادي الأهلي وجمهور الأهلي بشكل عام. فخلينا نقول لكم انه يمكن واحنا يعني حاليا بيتم طبعا تجميع اللاعبين واستئناف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بقيادة طبعا السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق. كان الفريق طبعا عاد بعد اجازه طويله منحها السويسري للاعبين يوم الخميس الماضي، بدا المدير الفني الاستئناف تدريبات الفريق. يمكن النهارده زي ما قلت لكم هيستأنف طبعا التدريبات في الساعات الجاريه في على ملعب مختار التتش. مستر مارسيل كولر هيكون واقف على كل كبيره وصغيره تخص الفريق ان شاء الله في الساعات القادمه. كمان خليني اقول لكم اللي هيكون في طبعا جلسات مختلفة لمارسيل كولر وجهازه الفني والعديد طبعا ومناقشة العديد من الأمور بشأن طبعا الصفقات الجديدة، بشأن الوقوف على حالة اللاعبين الأخيرهم طبعا خالد عبد الفتاح اللي يمكن أصيبه طبعا بنتمنى له الشفاء، وأيضا الوقوف على برنامج طبعا نجمنا أحمد عبد القادر اللي هيكون إن شاء الله النهاردة بيستأنف تأهيله البدني والفني في طبعا تدريبات اليوم. كمان خليني أقول لكم إنه يمكن مستر مارسيل كولر بيتابع بشكل جيد جدا كل اللاعبين مع منتخباتهم النادي الاهلي، يعني بيتواجد منه 8 لاعبين في المنتخب الاول لكره القدم اللي طبعا بيخوض منافسات بطوله امم افريقيا المقامه حاليا في كوت ديفوار، وان شاء الله طبعا يعني بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المصري في مباراته القادمه يوم الخميس المقبل. كمان الثلاثي الاجنبي علي معلول وبرسيتاو والمالي اليو ديانج، مارسيل كولر بيتابعهم بشكل جيد جدا مع منتخباتهم، وهيتابع طبعا كل صغيره وكبيره تخص كل اللاعبين. كمان خلينا اقول لكم ان وسام ابو علي ان شاء الله هيخوض برنامج مكثف بدني وفني بشكل كبير جدا يعني اللحاق بمباراه شباب بلوزداد الجزائري ان شاء الله المقامه في طبعا المؤجله من الجوله الرابعه في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله وسام ابو علي ممكن يكون جاهز ل يعني ان هو يكون متواجد مع ضمن قائمه الفريق لخوض المباراه المرتقبه والمهمه. كمان خليني اقول لكم ان النهارده بيحمل يوم يعني وذكرى جميله جدا لنجمنا محمود كهربا، وزي النهارده في عام 2020 سجل محمود كهربا اول اهدافه مع النادي الاهلي، وكان بهدفين في شباك طنطا، وتوالت طبعا يعني يمكن التالق وتوالى التواجد الكبير وحسم البطولات لنجمنا محمود كهربا مع الفريق. شارك طبعا محمود كهربا مع الفريق حتى الان في 109 مباراه، سجل خلالها 38 هدف وصنع 20 هدف، ولا زال طبعا ان شاء الله محمود كهربا يعني بيقدم فنيات كبيرة جدا سواء طبعا مع النادي الأهلي، وإن شاء الله نشوفه مع منتخب مصر ونشوف تألق لجميع لاعبي منتخب مصر وأيضا لاعبي النادي الأهلي.
نروح بقى لاخبارنا ويمكن للالعاب الاخرى، ونجمنا مصطفى عسل بيتوج باول القابه في 2024 بعد الفوز في ببطوله فلوريدا طبعا يمكن في الساعات الاخيره من مساء امس. بنبارك لنجمنا مصطفى عسل ونتمنى ان شاء الله التوفيق في البطولات القادمه. كمان رجال وسيدات الأهلي للكرة الطائرة بيستعدوا لخوض تصفيات مع منتخب مصر طبعا خوض بطولة دورة الألعاب الإفريقية المقامة إن شاء الله في غانا، ويمكن التصفيات بتقام في مصر ولكن البطولة إن شاء الله هتقام في غانا. كل التوفيق لنجومنا من النادي الأهلي المتواجدين في المنتخبات المختلفة. آخر خبر معانا هيكون عن شباب سلة الأهلي 18 سنة، وبنبارك لهم على فوزهم على المصرية للاتصالات في بطولة منطقة القاهرة أمس. طبعا كل التوفيق لكل نجوم النادي الأهلي في جميع الفرق المختلفة وجميع البطولات المختلفة وأيضا مع المنتخبات الوطنية. شكرا لكم، ودي كانت آخر أخبارنا أو كل أخبارنا من داخل النادي الأهلي بالجزيرة. شكرا لكم جدا، وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. رائع جدا، ونشكرك جدا احنا كمان من ناحيتنا نورهان على هذه التغطيه الرائعه. شكرا لك. تعالوا بقى نتكلم شويه عن ماتش امبارح كان يتقال عليه ماتش فعلا تقطيع بالمعنى الحرفي. امبارح البرازيلي المعجزه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد قاد فريقه للفوز بنتيجه 4-1 امام برشلونه طبعا في مباراه نهائي كاس السوبر الاسباني اللي اقيمت في المملكه العربيه السعوديه. سجل لريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور 3 أهداف، كان هاتريك في هذه المباراه، ورودريجو في الدقيقه 64 اضاف الهدف الرابع، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونه الوحيد في هذه المباراه في الدقيقه 33. بكده اصبح فينيسيوس جونيور هو اول لاعب يسجل هدفين في اول 10 دقائق في مباريات الكلاسيكو. طبعا فاز، ودي حاجه نهايه يعني نتيجه منطقيه جدا ان هو يحصل على جائزه افضل لاعب في هذه المباراة. كمان بهذا الانتصار توج الملكي بلقب السوبر للمرة 13 في تاريخه، يعني هو دلوقتي على بعد لقب واحد بس بيفرق ما بينه وما بين برشلونة. طبعا برشلونة حتى هذه اللحظة هو صاحب أكثر عدد مرات التتويج بهذه البطولة. أكيد هيكون لنا كلام كتير عن هذا اللقاء، لقاء السوبر، في فقرة الكرة العالمية إن شاء الله كمان شوية. بص احنا لسه بنتكلم عن الدوري الاسباني والسوبر الاسباني خلينا نتعرف دلوقتي على اكثر الانديه فوزا بلقب السوبر الاسباني من خلال فيديو جراف، ونرجع نكمل. طيب من خلال الفيديو يعني فيديو جراف اللي جاي ده هنشوف حاجه ثانيه، هنتعرف مع حضراتكم على اكثر الانديه فوزا بلقب الدوري الاسباني. هنتابع معاكم الفيديو جراف ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. انت كنت عايز تخلينا ما نروحش للتمرينات الرياضيه. لا والله ما خدت بالي، دي اهم حاجه. المهم ان مفيش فاصل لسه. هنتابع الفاصل جاي بعد التمرينات الرياضيه اللي هنتابعها دلوقتي من خلال هذا التقرير، وكان نرجع لحضراتكم مره ثانيه عشان اولى فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. صباح الخير على كل جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. النهارده مداخل جيم النادي الاهلي بالجزيره، عندنا تمارين فول كامله نتعرف فيها عن تمارين الظهر وازاي اقدر امرن كل عضلات جسمي الخاصه بيوم البول. اول حاجه هبدا اجيب الدمبل من على الارض، هنبدأ تمرين الظهر لميدل باك أو تربيزيز، هطلع كده اهو. ركوعي 45 عشان استهدف الميدل باك، بنزل للآخر عشان عم استطال العضلة. ده كده أول تمرين. تاني تمرين عندي هستهدف في اللاتس، وبيبقى كوعي دايما احاول اخليه جنب جسمي عشان استهدف فيه اللاتس اكتر. والحركه بتبدا من مفصل الكوع بيتحرك للحوض. كده استهدفنا اللاتس. في تمرين تاني لللاتس، لو انا عايز استهدف كل جنب لوحده ببدا اشتغل يونيلاترال. بعد كده انا استهدفت الظهر ترابيزيوس واللاتس. المفروض ان انا بعد كده بس بشتغل كتف خلفي، ممكن اوطي كده اهو واشتغل كده اهو، وكوعي احاول اخليه لبره على قد ما اقدر،
ماشي، ممكن اعمل سكويز او ممكن اشتغل ريفرس فلاي. كده كتف خلفي. اخر حاجه عندي الترابيس او التربيزز، ببدا اطلع فوق اثبت ثانيتين، اعد 1001 1002 وانزل. بعد كده عندنا اخر حاجه هختم بالبايسبس، هشتغل بايسبس كير. اخر حاجه عندي الهامر كير، هبدا اظبط نفسي، اهم حاجه اثناء التمرين. كده خلصنا تمرين فول كاملة وعرفنا بنستهدف كل عضلات في الظهر ازاي والتكنيك بتاعها والفورم بتاعها. كان معكم كابتن مصطفى النوبي من داخل جيم النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل. مرحبا بحضراتكم، عندنا اكيد كلام كتير جدا هنا عن كاس امم اسيا والسوبر الاسباني، فوز ريال مدريد للمره 13 باللقب مع ضيفنا العزيز جدا الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على حضرتك استاذ كريم، وصباح الخير على الساده المشاهدين قناه النادي الاهلي. منورنا النهارده وسعداء بوجودك، وطبعا حدث كبير عايزين نتكلم معاك بقى عن كل تفاصيله، ابتداء من رؤيتك لحفل الافتتاح اصلا طبعا امم اسيا ومباراه الافتتاح كمان اللي شهدت فوز قطر على لبنان 3-0. حفل افتتاح بسيط لكن ركز على الحاجات يعني بالنسبه لنا كانت كويسه، خصوصا الفقره الاخيره لدعم فلسطين، وكانت بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا. بالنسبه لنا طبعا المباراه الافتتاحيه منتخب قطر يعني فوز كان سهل ومباراه كانت في المتناول ليه. طبعا المنتخب اللبناني لسه يعني ما كانش ظهر بالمستوى اللي يعني متوقع شويه ان هو يقدر يدخل المنافسات في المجموعه دي، خصوصا ان يعني المجموعه قد تكون شويه محسومه للمنتخب القطري مع المنتخب الصيني. بالنسبه برضو لباقي المباريات يعني شفنا امبارح مثلا مباراه المنتخب الياباني كانت مباراة بالنسبة لنا مفاجأة بعض الشيء في أوقات المباراة، المنتخب الفيتنامي كان حقق مفاجأة ان هو يتعادل وبعدين متقدم في النتيجة، لكن خبريات المنتخب الياباني قادتهم ان هم يكسبوا بالأربعة. منتخب تقيل جدا جدا، ويعني فريق كله محترفين في دوريات أوروبا، ويعتبر دوريات كمان بنتكلم في تصنيف في أفضل 5 دوريات في العالم، فمنتخب أصلا بيعد نفسه ان هو عاوز ينافس على كأس العالم. فمنتخب الياباني من المنتخبات طبعا المرشحه، بجانب طبعا راي المنتخب الكوري الجنوبي. طيب خلينا نتكلم كده عن يعني انت في فتره دلوقتي كل الدول وكل الدوريات وكل المنتخبات مستعده وعملت فتره يعني استعداد قويه جدا من موسم لموسم من بطوله لبطوله، وهنتكلم تحديدا هنا لو هنقول عن الدوري الاسباني، بتشوف ايه اللي بيستجد؟ يعني بدايه كده انت بتشوف ايه المستجد؟ الفرق المختلفه بالاعداد بتاعها، هل انا قارنت نفسي شويه هنا الدوري المحلي او الدوري المصري هتلاقي فيه استعداد تاني شكل تاني بين تطوير هناك مثلا؟ يعني خلينا نعرف استعداداتهم للمواسم جديده بتبقى شكلها عامل ازاي. ده يهمني جدا، هل احنا بنتطلع دايما العالم بيعمل ايه ولا احنا قافلين على نفسنا برضو؟ لا بالتاكيد طبعا، يعني اكيد سواء المنتخبات او الانديه عاملين حسابهم ان في ضغط مباريات سواء كان على دوريات البطولات المحليه او القاريه، بجانب منتخبات في سواء في المتوقفات الدوليه او البطولات القاريه من ناحيه المنتخبات، وبالتالي الفرق عموما بتكون حاطه ليها استراتيجي، بمعنى ان انت النهارده ما بتعتمدش على سكواد ب 11 او 12 او عدد قليل، لا انت حوالي 25 لاعب وطالب ان يكون الاساسي زي الاحتياطي، وده حاجه رقم واحد اختلاف بيننا وبينهم لان احنا مش يعني كلنا بنعمل طبعًا كده طبعا اكيد طبعا، لان انت بتتكلم برضو في الامور الماديه النهارده، لان معظم الفرق لو هنتكلم عن الفرق الاوروبيه مثلا، مثلا على سبيل المثال مثلا ريال مدريد امبارح مثلا رغم ان هو بيعاني من يعني صعوبات كثيره في الموسم الحالي من ناحيه الاصابات، بنتكلم على دايما تيب كورتوا لمونيتاو لدافيد الابا لكذا لاعب عنده كم من المصابين، حتى كان اخرهم فينيسيوس غاب فتره ورجع من يعني رجع بقوه طبعا،
ولكن النهارده معظم الفرق الكبيره لازم يكون عندها السكواد واحد علشان تقدر انك تكمل الموسم في الدوريات المحليه وفي البطولات القاريه. كمان ان دلوقتي ان الموسم عموما بقى صعب، ان انت عموما انت بتتكلم على في بطوله افريقيا، فلاعيبه افريقيا مرتبطين بمنتخباتهم، بطوله اسيا لاعبين مرتبطين بمنتخب اسيا، منتخبات اسيويه، بتتكلم على النهائي بقى في نهايه الموسم في بطوله امم اوروبا وبطوله الامريكا الجنوبيه في برضو، فبتتكلم ان في اربع بطولات قاريه هتتلعب في موسم واحد، فبالنسبه كده هيكون في ضغط كبير على اللعيبه، فطبيعي ان الانديه حاطه عينها على الموضوع ده. يعني المظلوم في القصه دي هي اللعيبه، وهي اكتر من لاعب اشتكى ان هم بيعتبروا نفسهم بيقولوا احنا بقينا عباره عن الات بنلعب، في نفس الوقت ده بيستنفذ برضو من مجهودهم ومن طاقتهم، ان النهارده مش هتشوف الريتم واحد طول الموسم، اكيد هيحصل دروبات، لكن في الاول وفي الاخر اكيد الانديه حاطه عينها ان هنا لازم هيحصل فيه مشكله، لكن برضو هيوصل لنهايه الموسم حققت ايه. بس الحقيقه واضح ان الانديه كلها مستعده جيدا يعني كما ينبغي، بدليل ان ما حصلش دروب مع اي فريق، عنده لعيبه مهمين مفاتيح لعب وكروت رابحه، يعني اتاثروا قوي بالسلب لغياب النجوم دول زي ليفربول كده، يعني في ظل غياب محمد صلاح مثلا الدنيا برضو ماشي حالها. ليفربول يعني برضه في نفس الوقت ان ليفربول يعني في بدايه السيزون كان عمل صفقات اكتر بالصفقات شويه من ناحيه نص الملعب، باعتبار ان كانت نقطه الضعف السنه اللي فاتت، وده كان اتكلم فيها يورجن كلوب عن نقطه ضعف الفرقه يعني كان في نص الملعب، وبالتالي كان عمل اكتر من صفقه في المركز ده بالتحديد، وشفنا يعني من سوبسلاي من لايبزيج، شفنا ماكليستر من برايتون، وجرام فربريخ من بايرن ميونخ، واللاعب اللي كان بالنسبه لي مفاجاه وهو الياباني اندو من شتوتغارت الالماني، وبالتالي كان اربع صفقات في نص الملعب لليفربول، وبالرغم من كده برضو عانى من مشاكل كبيره جدا من ناحيه الاصابات ومن ناحيه الغيابات. بنتكلم ان في اثنين لعيبه مهمين عنده دلوقتي مرتبطين بمنتخباتهم، سواء كان محمد صلاح او اندو في مع المنتخب الياباني، وبجانب الاصابات الكتيره اللي عانى منها الفريق، وكان اخرهم ارنولد في مباراه ارسنال في الكاس وهيغيب حوالي 3 اسابيع، وبالتالي سلسله اصابات ضربت ليفربول. وبالرغم من كده ان ليفربول بيحاول ان هو ينافس على اكتر من جبهه، سواء كان دوري انجليزي وبطولتين الكاس، كاس الاتحاد او الكراباو، بجانب الدوري الاوروبي، وبالتالي ان الموسم صعب على لو اتكلمنا على ليفربول، ومعاه طبعا في منافسه مثلا لو هنتكلم على الدوري الانجليزي معاه منافسه قويه مع مانشستر سيتي، وشفناهم بدايه رجوعهم برضو من بعد كاس العالم للانديه والريتم بتاعهم ابتدى يعلى تاني، ورجوع برضو ورقه مهمه جدا في وقت مهم جدا، وهو كيفن دي بروين، وشفناه في ربع ساعه مع مباراه نيوكاسل قدر ان هو يصنع جون ويسجل جول. طب كاس امم اسيا اللي هنتكلم فيها شويه، بتشوف مين وجهه نظرك اقوى المنتخبات دلوقتي مثلا، وبرضو اقوى المنتخبات العربيه؟ في البداية طبعا هو مرحلة الدور الأول لسه ما خلصتش، فما شفناش لسه الفرق كلها، لكن احنا لغاية النهاردة يعني احنا النهاردة شفنا المنتخب الياباني، النهاردة المنتخب الكوري هيلعب مع مباراة البحرين، لسه برضو يعني شايفين المنتخب الإيراني امبارح برضو قدر ان هو يحقق فوز قوي جدا على المنتخب الفلسطيني بالأربعة، لسه هنشوف، ودي المباراة هتكون منتظر او يعني هنشوف لسه المنتخب السعودي مع الشكل الجديد والهوية الجديدة مع مدرب مخضرم زي المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، وبالتالي ان في اكتر من منتخب في كاس اسيا مرشحين للبطوله، لكن في نفس الوقت اتوقع ان مش هيكون في مفاجآت كبيره، لان احنا شايفين ان في منتخبات زي ما ذكرت اليابان او الكوريا هما الاثنين يعتبروا المستحوذين او اللي هيكونوا الصراع ما بينهم، باعتبار اسباب كتيره واهمها عندهم اكتر من لاعب نجوم في دوريات اوروبا. في امم افريقيا في ناس كتير ممكن تقول لك ان المربع الذهبي والاربع منتخبات الاقرب للفوز باللقب هم مصر والجزائر والمغرب والسنغال. هل في امم اسيا نقدر برضو نتوقع الرباعي اللي هيوصل للمربع الذهبي؟ يعني مثلا يعني طبعا المنتخب الياباني اكيد من المرشحين، المنتخب الكوري الجنوبي اكيد من المرشحين، المنتخب الايراني كذلك.
في منتخبات بالنسبة لنا ممكن هنشوف لسه زي المنتخب السعودي، برضو المنتخب السعودي بيعيد تكوينه من أول وجديد بعد فترة ومرحلة وحكم. أنت ما قلتش حاجة عن المنتخب القطري، يعني معنى كده أنت مستبعد فكرة أن هم يكرروا المنتخب القطري برضو بيراجع نفسه تاني وبيعيد السياسة من أول وجديد، خصوصا بعد كاس العالم النسخة الأخيرة في قطر، وبرضو مرحلة كروش برضو ما كانتش يعني مستقرة لبعض الشيء، وهم جايبين مدرب اصلا كان بيدرب في الفريق الوقره القطري، فهو لسه عارف الدوري القطري وعارف خبايا القطر والدوري القطري والمنتخب القطري بالتاكيد. فالمنتخب القطري هم اكيد عاوزين يعني على الاقل يكونوا في الصوره، لكن شايف ان لسه المنتخب القطري مش هيقدر يدخل في منافسه مع قوتين زي المنتخب الياباني او المنتخب الكوري. في منتخب زي ما ذكرت طبعا المنتخب الايراني، وهو هيكون من المنتخبات طبعا المرشحه والمنتخبات القويه جدا زي المنتخب الايراني. دايما ايران بتكون مرشحه اكيد طبعا اكيد، يعني المنتخب الايراني برضو عندهم لعيبه برضو في محترفين في في في, في اوروبا، برضو المنتخب الايراني عاده من المنتخبات اللي بيكون ليها لعيبه محترفين في اوروبا ومتالقين كمان مع انديتهم، ومن المنتخبات طبعا اللي لازم تكون مرشحه. في نفس الوقت في منتخبات برضو ممكن تكون حصان اسود في البطوله زي منتخب مثلا اوزبكستان، من المنتخبات اللي لازم برضو نعمل لها حساب. فلكن برضو مش هنشوف في مفاجآت قد ما هنشوف ان لازم هيكون في صراع ما بين منتخبين او ثلاثه بالكثير على البطوله. بس انا عايزه اروح تاني كاس امم اسيا، وعايزه اروح لليابان، منتخب اليابان معلش تحديدا، يعني منتخب اليابان تقريبا من اكثر تتويجا. صحيح. وناس كثيره كان وبعدين السعوديه وبعدين ايران حاجه زي كده. منتخب يعني السعوديه وبعدين ايران ثلاثه، وايران وكوريا الجنوبيه بالظبط. ففكره ان هو يتصدر يعني برضو دي عليها علامه استفهام شويه، لان اليابان مش من طبيعتهم اصلا كره القدم، يعني ما هياش رياضه مالوفه لا حجما ولا موضوعا ولا ثقافه ولا تاريخا، ولكن رغم كل ده هم وصلوا المكانه، يمكن برضو الاقرب للمكانه دي ممكن يكون دول تانية خالص او منتخبات اخرى، يعني بمعنى ان كره القدم عندهم في تاريخهم اكتر قربا وغيره. فبتفسر ده اليابان دي حاله لوحدها، دايما يقول لك ده كوكب تاني فعلا. لا فعلا فعلا ده حقيقي يعني. فبتفسر ده ازاي كمان نجاحهم في كره القدم؟ يعني هي خطه محطوطه عموما في تطوير الكره في اليابان، وحتى يعني الاتحاد الياباني نفسه حاطين خطه ان هم عاوزين يدخلوا في منافسه ان ياخدوا كاس العالم. واو ده حلم مشروع جدا. وفعلا احنا بنشوف لو شفنا القائمه بتاع منتخب اليابان، هم منتخب يعني من المنتخبات فعلا اللي ما هياش سهله، وشفناهم على سبيل المثال في المباريات الوديه لما كسبوا المانيا 4 وعملوا ماتش رهيب جدا على منتخب واخد كاس عالم ومن المنتخبات المصنفه في المنتخبات العالميه. فالنهارده ان المنتخب الياباني احنا لما نشوف السكواد بتاعهم، سواء كان انه مثلا في ليفربول زي ما ذكرنا ميتوما في برايتون رغم ان هو مصاب دلوقتي، وجود مينامينو مثلا كان في ليفربول ودلوقتي وحاليا في موناكو، وجود برضو كوبو في كان لاعب سابق في ريال مدريد وحاليا متالق في ريال سوسيداد برضو كان في اصابه. فالنهارده في اكتر من لاعب من بدايه حراسه المرمى لحد المهاجم كلهم محترفين في اوروبا، مش بنتكلم حتى في الدوري الياباني، رغم ان الدوري الياباني ما هوش دوري سهل، بالعكس احنا لسه شايفين ان اوراوا ريد مثلا السيزون اللي فات واخد دوري ابطال اسيا من الهلال اللي هو يعتبر بيضم اكتر من نجم في نجوم عالميه. فالنهارده احنا يعني بنشوف سواء انديه او منتخبات بقوا تصنيف بقوا زي بعض، سواء بينافسوا على القاره الاسيويه او حتى بينافسوا على البطولات القاريه، وفي نفس الوقت هدفهم مش بطوله قاريه او دوري او بطوله من ناحيه الانديه بطوله برضو يعني لانها ان احنا ناخد بطوله دوري ابطال اسيا، لا احنا بندخل في منافسات كاس العالم للانديه، وحتى لعبوا الاهلي لو افتكر في المباراه الثالث والرابع وكانت مباراه برضو مش سهله برضو، ولكن الحمد لله ربنا يعني كرم الاهلي. وفي نفس الوقت المنتخب نفسه ما بيلعبش حتى يعني حتى لو في المباراه الوديه ما بيلعبش يعني زي ما بيقولوا في نفس المستوى، لا بيلعبوا مستويات اكبر وبيعملوا نتائج مش بالنسبه لي مش مفاجاه. كل اللي حضرتك بتذكره ده برضو استاذ محمد ما فيهوش حاجه مثلا اختراع، يعني لو دول تانية بمنتخبات تانية مفروض افضل كمان كتكوين وككوادر وغيره عملت ده. هم بيعتبروها دراسه على فكره، يعني هم بيعتبروا الكره عندهم دراسه،
يعني احنا مثلا لو ذكرنا مثلا ميتوما وهو لاعب برايتون، ميتوما لما لعب يعني ممارسته للكوره ما كانتش ممارسه لاعب هاوي، لا هو اتعلم ودرس اللعبه، وحتى في الجامعه في يعني في بلده درس ان هو ازاي يطور من المهاره بتاعته من المراوغه ومن اسلوب التطوير ان هو يعني يطور. يعني واخدينه ليفلد اكاديمي او لا كمان. يعني هم مش يعني بيتعاملوا مع الموضوع كعلم، هم طبعا متفوقين صحيح. في العلوم. يعني انا افتكر ميتوما السيزون اللي فات مثلا في مباراه ليفربول كان بيلعب على ارنولد، كان يعني ماسك ارنولد، يعني مش عارف ارنولد يسد معايا، رغم ان ارنولد هو معروف دفاعيا مش قوي قد ما بيكون هجوميا اقوى، لكن هو يعني لاعب عموما هدفه اللي هو انا عندي الموهبه لكن برضو اللعب الجماعي اساس بالنسبه لي، فهو انك تعمل المزيج ما بين النقطتين دول ما هوش نقطه سهله. هم لعبهم الجماعي تحسهم متبرمجين، صحيح. يعني هم اقرب للبلاي ستيشن. صحيح فعلا، يعني احنا مثلا لما نشوف الاهداف بتاعتهم امبارح، يعني مثلا كره الجون الرابع مثلا، يعني اكتر من باصه لغايه ما وصل للجول، وهم هدفهم كده. يعني هو احنا مش هدفنا لعب الفردي، واحنا زي ما ذكرنا يعني من اول الجول كيبر لحد المهاجم هم كلهم محترفين في دوريات اوروبا، والمعادله دي هي السهله ان انت النهارده كانديه اوروبيه ان انا اروح يعني اروح اشتري لاعب من اليابان، وممكن اروح اشتري لاعب من الدوري نفسه. وفي نفس الوقت هناك ما بيتش انديه يعني ليها ميزه برضو ان انا النهارده ما بحطش مبالغ كبيره وصعب على اللاعب خروجه. يعني مثلا لو احنا ذكرنا هنا مثلا في مصر مثلا نحط ممكن بنتشارط ونحط مبالغ كبيره علشان نحاول نحتفظ على اللاعب بتاعنا هنا، هناك لا، يعني ممكن يخرج بنص مليون ومليون واتنين مليون يورو، بالنسبه لهم ارقام انا ما بيفرقش معايا هاخد قد ايه، لكن النهارده انا طلعت مين والعالم شاف اللي هتعود علينا. صح، والنهارده شفنا دلوقتي المنتخب الياباني في كاس العالم اللي فات كان من المنتخبات اللي كانت يعني قدر ان هو يكسب منتخب اسبانيا، وكان ممكن يكسب منتخب كرواتيا لولا خسارته في ركلات الترجيح، وكان ممكن يعمل برضه نتائج زي المنتخب المغربي. فتطويرهم والمستوى اللي هم وصلوه، لا ده هم مش هيقفوا على المرحله دي، هم زي ما انا ذكرت هم هدفهم فعلا ينافسوا على كاس عالم. واحنا بقى هنبقى فين؟ احنا فين يعني في فرق طبعا، في فارق كبير، في فرق طبعا، وفي بعض المنتخبات بترجع للخلف رغم تاريخها العظيم، وفي بعض المنتخبات بتتقدم رغم تاريخها الفارغ، خليني اقولها، او اللي ما فيهوش اي يعني انجازات تذكر بمعنى اصح، او يعني بسهوله كده. هو في فرق طبعا، لكن النهارده الهدف هو يعني النهارده انت حاطط ايه وعاوز توصل لفين، وهم فعلا بيعملوا كده. يعني هم حاطين خطه هم عاوزين يوصلوا لها، ان احنا عاوزين ندخل المنافسه لكاس العالم، وهو ده حق مشروع ليهم طبعا. وفعلا هم لما يشوفوا نفسهم ان احنا عندنا لعيبه بيدرسوا وفي نفس الوقت بيخرجوا في دوريات، مش مجرد ان انا بلعب في دوري اوروبي او في نادي اوروبي، لا انا بلعب في انديه مصنفه اوروبيه. احنا بنتكلم في انديه زي ليفربول زي موناكو. انا عندي سؤال اخير بس قبل الفاصل، عندنا فاصل. تمام. هل بيستعينوا في ظل الخطه دي ببرضه كوادر وخبرات اجنبيه، ولا بيستعينوا بولاد البلد نفسها والكوادر المحليه؟ شايفين بنتكلم مع مدربين فنيين. يعني احنا شايفين صنع في اليابان، يعني ده ملخص يعني المدرب بتاعهم ياباني، ومدرب حتى الراتب بتاعه ضعيف، يعني مش مدرب المرتبات الضخمه. يعني خلينا نروح فاصل، حديثنا اكيد لسه مستمر مع الاستاذ محمد همام، ونرجع نكمل. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، هنكمل كلامنا بقى ودردشتنا مع الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي اللي منورنا في الفقره الحواريه الاولى، واللي بنتكلم معاه عن طبعا امم اسيا، وكمان عايزين نقف شويه عند ماتش الكلاسيكو، وكيف رايت هذه المباراه والتالق الاستثنائي اللي كان عليه فينيسيوس جونيور برغم الغياب قبلها فتره، شفت الماتش ده ازاي، وايه اكتر الامور اللي لفتت نظرك؟ ريال مدريد طبعا مستقر، لسه شايفين حتى تجديد عقد انشيلوتي، تجديد عقد اكتر من لاعب في الفريق في الفتره الاخيره، على عكس برشلونه بيعاني من ازمات كثيره سواء كانت ناحيه ماليه او ناحيه اداريه. ريال مدريد رغم ان هو بيعاني برضه من ناحيه الاصابات ومن ناحيه يعني برضه في يعني فتره الانتقالات برضه كان محتاج تدعيم اكتر شويه، لكن رغم ان هو جاب بلينجهام طبعا، لكن في نفس الوقت يبقى ريال مدريد برضه من الفرق المسيطره ومن الفرق الكبيره والعملاقه في اوروبا وفي اسبانيا.
فينيسيوس طبعا مش محتاج طبعا نتكلم عليه، لاعب من اللعيبه المهمه جدا جدا في ريال مدريد في السنوات الاخيره، جاب دوري ابطال اوروبا في مباراه ليفربول طبعا 1-0 امبارح، تالق كبير واحرزه هاتريك في برشلونه. في نفس الوقت ريال مدريد لسه يعني برضو عندهم طموح اكتر من ناحيه ان هم تدعيم في السيزون والصيف اللي جاي. فريال مدريد يعني هو ريال مدريد اللي كويس ولا برشلونه هو اللي بعافيه؟ لا برشلونه يعني محتاج لسه يعني محتاج لسه تصحيح كتير جدا عن تراكمات السنين الاخيره وصفقات كلفت النادي ملايين وفي الاخر ما كانش ليها عائد للفرقه وللنادي واثرت على الميزانيه. وبالتالي شفنا الفترات الاخيره مع في فتره لابورتا بالتحديد ان هو قادر ان هو يعني بيحاول يصلح ويدعم على قد ما يقدر، ولكن كان الفكره من ان هو بيجيب صفقات فري علشان خاطر يحاول يقلل شويه من الاموال للانديه او الاموال اللي هي تدفع للانديه الاخرى. برشلونه طبعا صحيح ان هو واخد الدوري الاسباني السيزون اللي فات وفي نفس الوقت صعد دوري ابطال اوروبا في النسخه الحاليه ومع صعود وعدى دور المجموعات، لكن برضو برشلونه محتاج لسه يعني فتره برضو ان هو يحاول يرجع تاني لبرشلونه بتاع زمان. ريال مدريد طبعا احنا شايفين استقرار اداري كبير جدا في فتره فلورنتينو بريز وفي نفس الوقت تجديد ملعب، وده كان هدفهم الاساسي ان هو عاوز يجدد الملعب وبناء عليه يجيب دخل كبير للنادي، وفي نفس الوقت يشوف بقى بعدها صفقات، فبناء عليه هو عمل مشروع ماشي بيه خطوه بخطوه وهو ناجح بيه، وفي نفس الوقت ماشي من ناحيه البطولات وبرده ناجح فيه. الدوري الاسباني طبعا الدوري الاسباني المنافسه بالنسبه يعني منحصره تعتبر ما بين ريال مدريد وجيرونا، ونسبه كبيره طبعا هيكون الغلبه في الاخر لريال مدريد باعتبار الفرق كبير ما بين جيرونا وبين ريال مدريد. ففي يعني دي بطوله بدايه لسه لريال مدريد لموسم لسه هدفه دوري ابطال اوروبا مع دوري اسباني مع الكاس، فهدفهم لسه مع انشيلوتي لسه بيبتدوا. هل الدوري الاسباني من وجهه نظرك بعد ما برشلونه ما بقاش برشلونه من 2019 تقريبا اختلف الى حد ما، حتى المتابعه حتى الجماهيريه حتى السبونسرز، يعني بتشوف ده فعلا اثر بشكل كبير؟ لان خلي بالك انت عمود الدوري الاسباني تاثر بشكل وتراجع بشكل كبير وفقد واحد من اكبر نجومه يعني. طبعا رحيل ليونيل ميسي طبعا كانت بدايه ضربه كبيره جدا لبرشلونه ولابورتا بالتحديد، لانه كان داخل وقتها الانتخابات وكان هدفه الاساسي والدعايه بتاعته ان هو ميسي مستمر. لكن بعد صراع كبير وبعد مفاوضات وشد وجذب في الاخر ميسي رحل ورحل لباريس وبعدين راح لانتر ميامي، وكان في حتى كلام بعد باريس ان هو يحاول يرجعه تاني ولكن كان الموضوع صعب. برشلونه يعني من الناحيه الماليه فهو عانى بشكل كبير جدا من صفقات ما قدرتش ان هي تفيد النادي والفريق بالتحديد. يعني احنا شفنا مثلا فليب كوتينيو مثلا من ليفربول، يعني صفقه يعني كلفت النادي اكتر من 140 مليون يورو مع عثمان ديمبلي فوق ال 100 مليون يورو، انت بتتكلم في صفقتين حوالي ربع مليار يورو، في الاخر النتيجه كانت صفر. عثمان ديمبلي مشي بعد برضو ان هو حاولت تجدد عقده وفشلت، وحاولت فليب كوتينيو انك تستخدمه في انك تحاول ان هو ينجح مع الفريق او حتى تبيعه وبرده كذلك فشلت. فكان سياسه متخبطه جدا ويعني مفيش يعني استراتيجي محطوطه لبرشلونه، وكانت النتيجه ان هم عانوا دلوقتي وبيعانوا لسه. ولكن لابورتا بيحاول على قد ما يقدر ان هو يرجع لابورتا في الفتره الاولانيه وحقبه رونالدينيو وحقبه بتاع بيب جوارديولا، وان هو يراجع تاني العهد بتاع برشلونه. الموضوع مش هياخد يعني سنه او سنتين، هو هيقدر ان هو السنه اللي فاتت ان هو ياخد الدوري الاسباني، لكن بيحاول يعيد البيت وده من خلال تشافي، وهو اعطى الثقه في تشافي وحتى برضه بيجدد الثقه في تشافي ان هو شايف ان هو مفيش حد هيقدر يحل الفريق من خلال فرد واحد، هو شايف ان المجموعه كلها لازم تكون يعني متجانسه وفي نفس الوقت سواء من الناحيه الاداريه او من الناحيه الفنيه او حتى من الاداره الرياضيه، فهم الثلاثه لازم يكونوا مرتبطين مع بعض. على عكس
ريال مدريد فهو بيتمثل في رجل عارف كويس النجاح، وراجل اصلا اقتصادي من كبار رجال الاعمال، فكر اقتصادي وتجاري صح. هو النهارده كان الهدف بتاعه تجديد الملعب، وبناء عليه هبتدي اشوف بعدها الصفقات، وابتدى فعلا الصفقات من السنه اللي فاتت والصيف اللي فات ان هو يجيب بلينجهام، رغم ان كان في صراع كبير جدا جدا ما بين اكتر من نادي في الدوري الانجليزي، لكن انك تقدر انك تقنع بلينجهام بمشروع ريال مدريد، وفي نفس الوقت ريال مدريد طبعا حلم لاي لاعب، انت النهارده كده كده هو ده عنصر الجذب الاهم لاي حد بيتعرض عليه المشاركه معاه. حتى النهارده اي لاعب النهارده انا هروح ريال مدريد او حتى برشلونه عارف ان انا هنافس على البطولات، سواء بطولات جماعيه او حتى جوائز فرديه، على عكس النهارده مثلا النهارده احنا بنشوف كليان مبابي مثلا في باريس سان جيرمان رغم الاموال اللي دفعت فيه. لا الدوري الفرنسي بينافس نفسه يعني ما فيهوش ما لا انا بتكلم في النهارده في لاعب مثلا زي مبابي رغم الاموال اللي دفعت فيه ورغم الاموال اللي هو بيحصل عنها، لكن النهارده هدفه برضو صحيح ممكن يروح ويجي كل شويه ريال مدريد، لا ممكن يروح الدوري الانجليزي، لكن برضو يبقى ان هو ريال مدريد حلم لاي لاعب النهارده، عارف ان انا هناخد جوائز وعارف ان انا هاخد بطولات، وبرضو في نفس الوقت انا كسبان فلوس. على ذكر اللعيبه المميزه الاستثنائيه وفكره العروض السخيه اللي بتتعرض عليهم بالمناسبه، يعني هروح لملف مختلف حبتين ونرجع نكمل مره ثانيه في امم اسيا. الى اي درجه انت شايف ان في استقرار من اللعيبه الدوليين المتواجدين حاليا في الدوري السعودي؟ لان تبدو الصوره ان شكل اللعب بيقول ان الاكثر استقرارا كما هو واضح هو كريستيانو رونالدو. ابتدينا في الفتره الاخيره نسمع كلام رايح جاي يخص كريم بنزيما وعدم رضاه عن الاستمرار في الدوري السعودي من عدمه. سامع ايه في الاطار ده او شايف ايه في الاطار ده؟ الاتحاد نادي الاتحاد او اتحاد جده عموما الفتره من بدايه السنه لوقتنا هذا وهو بيعاني من مشكله كبيره جدا، وهو انا النهارده اللي كانت البدايه من ناحيه الصفقات والتدعيمات. النهارده نونو سانتو يقول كلام، الاداره بتقول كلام تاني، يعني نونو سانتو طلب صفقات، الاداره بتقول ان احنا طلبنا صفقات من صندوق الاستثمار ولكن الصفقات ما اتحققتش، وده كان تصريحات رسميه من رئيس النادي السيد انمار الحائلي. لكن النهارده بنزيما كان يعني شفنا الاتحاد بالرغم ان هو بيقول ان احنا عانينا من التدعيمات، لكن النهارده لما نشوف جاب فابينيو من ليفربول بمبلغ حوالي 50 مليون، جاب بنزيما صحيح ان هو صفقه كانت فري او نجولو كانتي صفقه كانت فري، لكن بياخدوا اموال ومرتبات كبيره جدا جدا جدا، ويعتبر من اكبر مرتبات في الدوري السعودي سواء كان نجولو كانتي او بنزيما بالتحديد مع كريستيانو رونالدو ونيمار. فبالتالي النهارده ان الاتحاد النهارده صرف الفلوس كلها في لاعبين الفريق في ناحيه رواتبهم. رحيل لونو سانتو بعد مشاكل كبيره جدا جدا من ناحيه النتائج ومن ناحيه حتى مع اللعيبه، دخل في ازمات مع اللعيبه، وكان الكلام كان مع كريم بنزيما، والاداره رجحت كفه كريم بنزيما عن المدرب واقالت المدرب من منصبه. وبالتالي تم تعيين مع مدير فني كبير جدا في الارجنتين، ومدربين كان مرشح اصلا ان هو يمسك انديه كبيره في اوروبا على سبيل المثال برشلونه، وهو السيد مارسيلو جاياردو، وهو اصلا من مدربين كبار جدا جدا وليهم سي في محترم في الارجنتين، وبيحاول ان هو يعيد برضه ترتيب البيت، لكن واجهته ازمات كثيره من الناحيه الانضباطيه ومن الناحيه الاداريه. وهو مثلا على سبيل المثال اللاعب زكريا الهساوي وعنده مشاكل. فالنهارده كريم بنزيما هو كل الضغط كله عليه هو، بالرغم ان هو مش ما يتحملش المشكله لوحده، في مشاكل كثيره جدا احاطت بالفريق، وكان بدايه المشكله بالنسبه له بقى اكتر يوم ماتش الاهلي في كاس العالم للانديه واهداره ركله الجزاء، وكان بقى بدايه الضغط. النهارده بيقول ما هو برضو اهدار يعني معلش الاسترسال بتاع حضرتك جميل، بس يعني لازم نقف، هو اهدارها فعلا يعني، وده كان غير متوقع تماما. وده فعلا يعني بيقولوا كان جمهور يعني ده ملوش علاقه بقى بسكواد غير جيد، بوضع هو ما كانش الافضل تماما، وده اثر على ادائه على فكره من ساعه ما انتقل للدوري السعودي. ما كانش جمهور بنزيما ابدا يعمل اخطاء زي دي، جمهور الاتحاد من الماتش ده وهم يعني رافعين سكاكين على بنزيما ودابحينه من الماتش ده بالتحديد، انهم كان هدفهم يعني عاوزين، كان هدفهم عموما من بدايه الموسم وهم بيعدوا ان هم عاوزين ان احنا ندخل ننافس على كاس العالم للانديه ونوصل النهائي. وبالتالي النهارده انك بتخرج من دور ربع النهائي من الاهلي، فدي كانت بالنسبه لهم ضربه كبيره، خصوصا انهم البطوله كانت على ملعبهم بالظبط، فدي كانت بدايه الضربه. رجع تاني على الدوري السعودي، وكان مباراه الرائد، وكان ليه صوره شهيره حتى كانت الصحف السعوديه نشرتها، ان الدكه بتاعه الاتحاد ما فيش ولا لاعب في الدكه، كان داخلين المباراه باثنين حراس مرمى،
تمام، بخلاف الحارس الاساسي ما فيش اي لاعب خالص، فكانت بالنسبه لهم كانت مشكله كبيره جدا جدا. كل فلوس اللعيبه دفعت في واحد بس، ما هو داخلين الفكره ان النهارده اصابات، تغيير مدير فني، وداخلين ما فيش انضباط في الفرقه، فكل المشاكل دي كلها دخلت على كريم بنزيما لوحده، باعتبار ان هو قائد الفريق، وباعتبار انك الكابتن، وكان اصلا الكابتنه لعبد الرزاق لرومارينيو، شالوا الكابتنه من رومارينيو ده اللاعب لبنزيما، او التيشيرت مثلا كان الرقم بتاع عبد الرزاق حمد الله ادوها لبنزيما، فالنهارده كل حاجه اتوفرت لبنزيما، لكن النهارده هو بنزيما مش لوحده في الفريق، وبالتالي هو شال الشيله دي كلها لوحده. الكلام دلوقتي ان هو لا يقول لك لا ده هو مش هيرجع، المدرب سحب شرط الكابتنه وهو ما راحش اجازه ومش اجازه، ما راحش اصلا معسكر الفرقه لغايه دلوقتي في دبي، هم سافروا امبارح، فلسه هيشوفوا لسه كمان، بيقولوا على اخر نهايه الاسبوع المفروض يرجع من المشكله او الاجازه بتاعته، لان في ظروف جويه منعت ان هو يروح دبي، فلسه الموضوع غامض. للحديث بخير ان شاء الله، لان احنا للاسف وقتنا في الفقره دي انتهى. بنشكرك على وجودك معنا النهارده، نورتنا. شكرا لحضرتك، وكان يوم ان شاء الله باذن الله يوم خفيف وحلو على الاهلاويه ان شاء الله. شكرا ليك استاذ محمد، هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. خليكم معنا لحضراتكم من جديد. طبعا عندنا لسه كلام كتير لازم نتكلم فيه متعلق بمنتخب مصر وكأس الأمم الأفريقية، خصوصا بعد التعادل العجيب مع موزمبيق. طبعا الفقرة دي منورنا ومشرفنا فيها أحد كبار كباتن النادي الأهلي، يعني من الأسماء اللي عبر التاريخ ليها قدر مهول من المحبة والتقدير من قبل الجماهير الأهلوية في كل مكان، كابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق. صباح الفل يا كابتن أسامة. صباح الفل يا كريم، أهلا وسهلا بيك، وأهلا وسهلا بيك. صباح الهنا يا كابتن عرابي، والله بنسعد بوجود حضرتك معانا، هو قليل وجودك بيكون بس يعني عايزين إن شاء الله الفترة اللي جاية تنورنا كتير. الله يخليك، صباح الخير عليك وعلى المشاهدين. هندخل دخلة يعني هنخلص فيها. عنوان فني، شوف انا ازاي بنقي كلامي، عنوان فني لمباراه امس. مصر اضاعت فوز سهل. طبعا طبعا اضاعت فوز سهل، يعني انه المتوقع في المجموعه دي ان موزمبيق تبقى الفرقه الاخيره في المجموعه ومش هقول حصلت المجموعه عشان برضو ما بقتش يعني الكره، لا ما بقتش يعني الكره الحسابات كده اختلفت، الحسابات اختلفت، لانه برضو الفرق الافريقيه الصغيره زي موزمبيق، زي ما امبارح لما نيجي نتكلم عن راس الاخضر، زي تنزانيا، زي بقى عندهم لعيبه محترفين في اوروبا كتير، ما كانش ده موجود قبل كده، يعني زمان من 10 15 سنه ما كانش فيه كده، لكن هتلاقي مثلا حتى فرقه موزمبيق هتلاقي فيه لعيبه في البرتغال، هتلاقي فيه لعيبه في فرنسا، هتلاقي لعيبه في، بقى الموضوع اختلف شويه، بقوا اكثر تنظيما، عندهم يملكوا بعض اللعيبه المهريين، عندهم طموح اي فرقه طبعا صحيح، لكن المنطق والحسابات والتاريخ وال امكانيات اللعيبه الفنيه وكله كان لصالح مصر، المفروض انه صالح مصر، ده بديه يعني. انا هقول لو هسال نفسي السؤال ده بصراحه، حدي العنوان بتاع مباراه امس شيء لا يصدقه عقل حقيقي والله، لا يصدقه عقل، ان ما كانش فيه استوديو تحليلي واحد عفوا بيقول ان بجد موزمبيق هتفوز او هتتعادل خالص، الكلام ده ما كانش يعني وارد اصلا ان هي اصلا تحرز هدف واحد فينا. لا هو المنطق والحسابات يا كابتن عرابي ما بيقولش كده، ما هو المنطق ان احنا اللي نكسب، زي ما انا قلت لك لو جيت لتصنيف اللاعبين امكانياتهم الفنيه لاسعارهم اللي موجوده طبعا، الاماكن اللي بيلعبوا فيها، واحد زي مثلا محمد صلاح طبعا ليفربول ومن اشهر لعيبه العالم، تريزيجيه، مصطفى محمد فرنسا، مرموش المانيا، يعني حتى بقى اللي بيلعبوا في الدوري المصري خبراتهم كبيره جدا طبعا، فالفوارق كبيره، وده المنطق قبل الماتش ان مصر هي اللي تكسب، ولكن البطولات اللي زي دي بيحصل احيانا بعض المفاجآت، بعض المفاجآت في نتائج زي كده
لكن مش على البطوله. يعني مش هيحصل مفاجآت ان مثلا موزمبيق او الراس الاخضر هتاخد بطوله افريقيا يعني، لكن ممكن. والله دلوقتي ما فيش حاجه مضمونه. لا لا عادي. لا الكلام ده لما تكون فرقه واحده قويه اللي موجوده، لكن لما يكون انت بتتكلمي على المنتخب السنغالي، على المنتخب الجزائري، على المغربي، والله والتونسي، والتونسي كوت ديفوار على ملعبه، لا المنتخب الموزمبيقي او المنتخب ده، المنتخبات اللي في المستوى ده، لان تصنيف رابع هو دايما، او حتى عمرها ما توصل للنهائيات يعني. في مساحه دايما لوجود مفاجآت، بس مش هنختلف على ده. بس الحقيقه المفاجاه اللي ما كانتش في الحسبان واللي ما كانتش مرضيه بالنسبه لنا، مش ان احنا شفنا اداء استثنائي من موزمبيق، المفاجاه كانت بالنسبه لنا ان احنا ما شفناش اداء متوقع من المنتخب المصري. دي الحقيقه، يعني دي اللي بوخ المفاجاه في ماتش. مظبوط، انت يعني جيت على مربط الفرس. هي مش القضيه ان نتعادل، وهو وارد انه يحصل، وشفنا السعوديه، مش قصدي طبعا السعوديه فريق كبير، بس كسب الارجنتين اللي هو بعد كده خد كاس عالم في نهايه البطوله، في بطوله كاس العالم اللي فات. طبعا الفوارق، مش بقول ان السعوديه يعني دوري قوي ولاعيبه مهاريين عاليين وبتاع، لكن اللي متوقع قبل الماتش ان الارجنتين تكسب بوضوح يعني، او مش ضروري بسكور بس هتكسب يعني. فبيحصل احيانا بعض المفاجآت. هي المشكله في الاداء، هو ده النقطة اللي كانت مستغربة، الأداء، خاصة كمان أنت جبت جون في أول تقريبا دقيقة، مفيش يعني يعني دقيقة. فالماتش بالنسبة للناس كانت بتتفرج يا إما على مزيد من الأهداف للمنتخب المصري، للمنتخب المصري، أو على الأقل، وهي دي بقى النقطة الأهم، إنك تحافظ على الفوز. مشكله البطولات الكبيره اللي هي زي الامم الافريقيه، اسيويه، كاس عالم، في فرق بتبدا برتم بطيء ولكن ادائها بيتصاعد لغايه ما تاخد البطوله او توصل للنهائيات. ده وارد، بس انت ده ما حصلش معاك. انت جبت جون وكنت مسيطر الى حد ما على مجريات المباراه، بس ادائك ما كانش، كان في قلق يعني. انا كنت بتفرج مع مجموعه من زمايلي يعني اصحابي. طب ممكن كابتن عرابي استاذنك، هنرجع للنقطه دي على طول، بس عشان زميلنا بقاله شويه واقف كريم احمد، وهنتابع معاه دلوقتي كواليس تدريبات طبعا الاهلي. كريم صباح الهنا عليك، وطبعا ليك وحشه كبيره جدا، بنسعد بوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي. وخلينا نخرج من عباءه شويه المنتخب للنادي الاهلي، ونطمن حضراتكم عن الكواليس والتدريبات الخاصه. اتفضل يا كريم. صباح الخير عليكم طبعا، كل التحيه ليك يا زميلتي العزيزه نهاوند والزميل العزيز كريم، وكابتننا طبعا الكابتن اسامه عرابي. بالتاكيد طبعا يعني النادي الاهلي وهذه المرحله مرحله غايه في الاهميه، لان هي مرحله اعداد في وسط الموسم، ويمكن دي بتكون مهمه جدا لمستر كولر الحقيقه. يعني هقدر اقول لك النهارده تدريب فريق النادي الاهلي يعني اليومين اللي فاتوا او الثلاث ايام الماضيه كان الساعه 3 عصرا، لكن يعني زي ما بنقول في تغيير شويه في الموعد بالنسبه للتدريب. النهارده كان 10:30 صباحا، لكن في استعانه كبيره جدا بعدد من لاعبي النادي الاهلي من قطاع الناشئين، يصلوا الى 12 لاعب للسد النقص العددي. يعني الراجل بيحاول ان هو يعمل امور عديده جدا، سواء الشغل البدني او الشغل التكتيك، فبيحاول ان هو يكون في عدد وافر من اللاعبين. عشان كده النهارده بيصل الى 12 لاعب متواجدين مع فريق النادي الاهلي، مع كل المجموعه المتواجده لاداء التدريبات. الفتره القادمه هتكون فتره مهمه جدا، يعني من خلالك انا هوندو، من خلال 10 الصبح في الاهلي. عايز اقول طبعا يعني النادي الاهلي خلاص يمكن تم الاستقرار بشكل كبير جدا على معسكر خارجي في الامارات. يعني ان شاء الله باذن الله يكون السفر غالبا يكون يوم 20، معسكر يكون 8 ايام، يكون في مباريات وديه، امر مهم جدا الحقيقه. ويمكن المجهود الكبير اللي بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي بالتنسيق مع لجنه الكوره، مع مستر كولر، عشان يكون في استغلال دقيق جدا لهذه الفتره، سواء استغلال فني او ايضا كمان ان انت تحاول يعني اللعيبه اللي طبعا سواء وسام الصفقه الجديده يكون في انسجام، يخش طبعا مع اللعيبه بشكل كبير. فمرحله مهمه جدا الحقيقه خلال الفتره القادمه. لكن بعيدا عن هذا الامر، ايضا كمان عندنا عدد من اللاعبين المصابين برضو، الفتره دي بالنسبه لهم هتكون فتره مهمه، لان احنا محتاجين الفتره القادمه نكون يعني فول تيم زي ما بنقول. فعشان كده ان شاء الله باذن الله المعسكر يكون موفق. الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا مع كل اللاعبين الحقيقه، سواء متولي او عبد القادر وخالد عبد الفتاح الحقيقه، يمكن كمان الاصابه الاخيره في العضله الخلفيه، كل اللعيبه الحمد لله يمكن يعني على اتم الاستعداد ان شاء الله باذن الله خلال الفتره القادمه. الامور طيبه جدا لفريق النادي الاهلي بالنسبه للتدريبات، في حاجات كلها يعني مش هنقدر نقول حاجات فيها قوه وحاجات فيها بدني، على قد ما هو في تدريج بشكل كبير
كبير جدا للحمل التدريبي. يا رب ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه وتحديدا معسكر فريق النادي الاهلي يكون في استفاده كبيره جدا، لان القادم هيكون صعب سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، وتحديدا ايضا كمان مباراه شباب روشداد الجزائري اللي بيستعد لها النادي الاهلي بكل قوه. يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يستغل هذه الفتره بكل قوه ويعود من جديد لسلسله الانتصارات. بشكرك جدا يا كريم، بس قبل ما نختم معاك عشان برضو السادة المتابعين دلوقتي يطمنوا ويتأكدوا ان احنا عندنا قطاع ناشئين قوي، خلينا نعرف منك لو عندك معلومات عن تقييم مارسيل كولر برضو لبعض العناصر اللي انضمت من الناشئين للفريق الاول، يعني خلينا نعرف منك برضو ونطمن. يعني بالتاكيد طبعا الكابتن خالد بيبي له دور كبير جدا قبل طبعا وجوده فيه كمدير للكره، لان هو عنده رؤيه كبيره بعدد من قطاع الناشئين، وايضا كمان يمكن مستر كولر سواء ياسين المكاري المحلل الاداء وايضا كارلوس طبعا مدرب فريق النادي الاهلي بيتواجد بصفه مستمره في قطاع الناشئين، بيتابعوا التدريبات بيتابعوا المباريات، فيمكن الانتقاء هنا كان مهم جدا. 12 لاعب الحقيقه موزعين طبعا على اعمار سنيه مختلفه، الراجل بيحاول في هذه الفتره ان هو يعني يطلع 2 أو 3 لعيبه في الفتره دي هيستغلوها بشكل كبير، عشان كده قطاع الناشئين اللاعبين اللي النادي الاهلي عليهم دور كبير جدا في هذه الفتره لاثبات الذات كالعاده، ان هو لاعب يستحق ان هو يرتدي قميص النادي الاهلي سواء في قطاع الناشئين او ايضا كمان تكون عنده فرصه مهمه وكبيره جدا مع الفريق الاول، الحلم الكبير جدا لاي لاعب بيتواجد في قطاع الناشئين. كل اللعيبه الحقيقه اللي متواجده ال 12 لاعب تحديدا لاعبين مميزين جدا في هذه المرحله، لكن التقييم انت عارفه انا هواندي يعني مش هنقدر نقول كده لما نشوف في المباريات الوديه، نشوف في التدريبات اللي فيها كوره، لان انت عارفه يعني بتبقى امر مهم ان انت تكون مع الكوكبه الكبيره جدا دي وفي نفس الوقت تحافظ على نفسك وتحافظ على اللاعبين، فنقطه مهمه جدا الفتره القادمه ان شاء الله من خلال المباريات الوديه ومن خلال المعسكر كمان يظهر عدد من الناشئين يستفيد بهم النادي الاهلي بشكل كبير جدا خلال الفتره القادمه. فرصه رائع. كمان قبل ما نختم معاك يا كريم نعرف منك يعني بالنسبه لاخر المستجدات في النادي الاهلي، طبعا وسام ابو علي وعرفنا ان هو انضم النهارده طبعا مع الفريق للتدريب، فشايف كواليس تواجده ايه وعلاقته بكل اللعيبه عامله ازاي؟ الحقيقه يعني زي ما بنقول لعيبه النادي الاهلي بخبراتها الكبيره جدا، اي حد بيخش اوضه لبس النادي الاهلي او بيخش مختار التتش بيكون في انسجام سريع بالخبرات الكبيره والوعي الكبير جدا لعيبه النادي الاهلي. استقبال كان اكثر من رائع سواء من مستر كولر اللي كانت فيه جلسه مهمه جدا جمعته بوسام الحقيقه، شرح له متطلبات النادي الاهلي ايه الفتره القادمه، النادي الاهلي بيطالب بكل مباراه بالفوز، كل البطولات لابد يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي، الراجل عنده وعي كبير جدا الحقيقه وسام، سنه صغير لكن ثقافته الكرويه مميزه جدا، شفناه في التدريبات وشفناه في بعض الامور كده، لا اضافه ان شاء الله باذن الله. لكن كريم انت عارف يعني الحسم في هذا الامر وكابتننا طبعا كابتن اسامه يعني طبعا اكتر مني بشكل كبير في هذا الامر هي المباريات الوديه، المباريات الوديه هي اللي هتبين مدى الانسجام مدى الشغف مدى الرغبه الكبيره جدا لاسامه، وايضا كمان عمر كمال الصفقه المميزه جدا اللي طبعا متواجده في منتخبنا الوطني وجوده كمان اضافه، فيمكن مجلس الاداره اشتغل بشكل كبير جدا وبهدوء على الصفقات في احتياجات الفريق فقط لغير، فان شاء الله وسام يكون اضافه عمر يكون اضافه وايضا كمان كل سكواد فريق للنادي الاهلي تكون الرغبه متجدده ويكون الاداء مميز جدا، لان جمهور النادي الاهلي عنده امل كبير جدا الفتره القادمه مع فريق النادي الاهلي في كل البطولات زي ما قلنا سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. جدا جدا اشكرك انا وكريم اكيد على هذه التغطيه والتقرير الرائع جدا، شكرا زميلنا العزيز كريم احمد. نرجع بقى لماتش موزمبيق والسؤال التالي بيقول بقى ينفع كده يا كابتن يعني على ايامكم كان ينفع يحصل كده منتخب مصر مع موزمبيق؟ حصل حاجات مشابهه واتغلبنا اول ماتش في بطوله امم افريقيا هنا ومصر خدت البطوله 86 من موزمبيق 86 موزمبيق او غير موزمبيق ما مش انا مش فاكر بالظبط مين اللي كسبنا، ولكن بتحصل في الكوره. ما انا لسه مدي لك مثل بالارجنتين اللي خسرت من السعوديه في افتتاح وفازت بكاس العالم. هي الفكره زي ما انا قلت لك انه الناس وهي بتتفرج، يعني انا بقول لك كنت بتفرج مع مجموعه من زمايلي حتى الشوط الاولاني اللي هو مصر كانت الى حد ما ادائها افضل نسبيا من الشوط الثاني اللي هو يعتبر شوط سيء جدا طبعا. الناس متوقعة أن موزمبيق هتجيب جون، أنت مخترق من ناحية الباك اليمين من ناحية محمد هاني، أنت مخترق من ناحية الشمال من ناحية محمد حمدي، أنت مخترق من عمق الملعب، أنت الماتش ما كانش فيه أي نوع من الشراسة والضغط من المنتخب المصري سواء في النواحي الهجومية أو سواء في المحافظة في نص ملعبك أنك توصل الكرة للمدافعين بسهولة. كان المنتخب الموزمبيقي رغم امكانياته العاديه، انا مش هقول هو متواضع، هو امكانيات عاديه، لا هو فيهم بعض اللعيبه معقولين يعني بيعرفوا اللي عندهم الموضوع التحضير والاستلام بس جت بسبب انك انت اولا
على المستوى الفردي كل اللعيبه باستثناء مصطفى محمد اللي انا بعتبره عمل اللي عليه. صحيح. راجل صحيح. جاب جون، راجل عمل بناء ضربه جزاء وكان متحرك وكان بيحاول. يعني تعالى من بدايه محمد صلاح بعيد جدا عن مستواه، تريزيجيه بعيد جدا عن مستواه، حمدي فتحي بعيد جدا عن مستواه، النني بعيد جدا، زيزو بعيد جدا، يمكن يتحرك الشوط الثاني. هم جايين يبعدوا في بطوله مهمه زي لا معلش، ممكن البدايه تبقى فيها مفاجاه. هي اصل هي مفاجاه، هي مفاجاه مش ثاني، مش في النتيجه. انت في النهايه تعادلت، يعني هي كانت المصيبه هتبقى اكبر لو خسرت، لانك كنت هتخش في حسابات. طبعا هي دخلت في حسابات معقده، ولكن كانت هتبقى معقده جدا لانك كنت يعني مطالب انك لازم تكسب غانا ولازم تكسب راس الاخضر عشان على الاقل تحاول تبقى اول او تاني. لكن التعادل سيء طبعا ونتيجه سيئه مع موزمبيق، ولكن انت الامل موجود كبير لسه كبير. لا مش بس خليك كنارة، بس عايزه مع حضرتك وحضرتك بتكمل اجابتك، بس قيم لنا كمان واحنا بنتكلم فنيا عشان ما حدش يفتكر ان ننتقد اللاعب نفسه. قيم لنا فنيا مين اللي كان عنده تقصير؟ هل حجازي كما قيل في بعض الاحيان؟ هل فيتوريا للخطه الموضوعه؟ هل المنتخب ككل ان انا ما بعرفش العب مباريات مقفوله؟ يعني انا حابه ده برضو حضرتك ضمن اجابتك تقوله لنا. هو ما انا قلت لك على المستوى الفردي، ودي بتبقى صعبه لاي فرقه في الدنيا، إن لما يبقى 8 أو 9 خارج الفورمة الطبيعية بتاعتهم دي علامة استفهام كبيرة. لا وحاجة صدفة إن هي كلهم مع بعض. ما هو أنا قلت لك استثنى مصطفى محمد، وإلى حد ما يعني الشناوي الكرة الثانية صعبة طبعا، انفراد كامل. الأولانية حط إيده فيها يعني فيها شك، بس مطلع قبلها واحدة من تحت العارضة كان محمد حمدي بيطلعها وكان هيجيبها في نفسه، بس هو الأسماء نفسها كابتن. يعني دلوقتي حضرتك بتقول ايه؟ كل حضرتك قلت تقريبا 6-7 لعيبه مش في الفورمه. ايوه ما انا اللعيبه دي لعيبه دوليه وبيلعبوا في الدوريات الاوروبيه واول مباراه لينا. يعني لو ما لعبتيش انا هوند بمستواكي 100%، لعبت 50% بس من امكانياتك، هبقى في الفورمه يعني شغل اكتر من اللي شفناه. ما انا قلت ايه؟ احنا الطبيعي ان احنا بعد الهدف الاولاني في اول دقيقتين انك تضيف اهداف والناس مستنيه كده. طب لكن ال 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 الاهم من ده في بالذات في المجموعات انك تعرف تخرج بالماتش، يعني حتى على 1-0 حافظ على انت ما عرفتش تحافظ على ده ليه؟ لان انا قلت لك على المستوى الفردي في 8-9 بره الفورمه خالص. تاني حاجه جماعيا انت كنت مفكك في ايه؟ انك ما فيش اي نوع من الضغط وتقارب الخطوط في النواحي الدفاعيه ولا حتى جمل هاني الجناح الشمال والباك الشمال بيروحوا له بسهوله جدا، مفيش مسانده كبيره من زيزو، وانا هقول لك ليه، من زيزو والنني انه يقفلوا معاه. الناحيه الثانيه محمد حمدي مخترق جدا، مفيش مسانده كبيره من حمدي فتحي وتريزيجيه معاه. فانت كنت رغم ان الشوط الاولاني جايب جون في اول دقيقه، ولكن كانوا بيوصلوا للجون بتاعك بسهوله، بس هم ما كانش عندهم التركيز والقدره انه يستغلوا الكور اللي كانت بتجيلهم من الشوط الاولاني والوصول بسهوله لمنتخب مصر. بس حضرتك بتتكلم عليه ده، يعني اصل انت ابتديت كلامك يا كابتن اسامه بان ما كانش فيه شراسه. بس هو اللي احنا شفناه مش انعدام شراسه بقدر ما هو تراخي. ما هو بقى جيبها عن انعدام شراسه، قولها تراخي، تاكد من الفوز. حتى الجون في الدقيقه الاولى دوت وهم بيلعبوا موزمبيق اللي هي المفروض ان تبقى الاخير في المجموعه يعني. ممكن كل ده مع بقى زي ما بقول لك الحاله الفرديه اثرت على الحاله الجماعيه. مفيش حد في مستواه الا غير مصطفى محمد. يعني عبد المنعم ماشي، يعني ما اقدرش اقول بعد كده ما تحسش بحد في المستوى الطبيعي بتاعه. في نقطه خطيره حصلت في المباراه مستر فيتوريا مسؤول عنها ولازم ياخد باله منها الماتشات الجايه. هو بيلعب محمد صلاح بيلعب جناح في ليفربول، ومفروض مثلا مصطفى محمد هو راس الحربه وتريزيجيه هنا. هو لما بيلعب زيزو بيدخل محمد صلاح للعمق، عمق الملعب، ما بيبقاش على الجناح. لا ما بيلعب احيانا كده، ولكن التوليفه بقى بتاعت نص الملعب ما كانتش مترابطه، اللي هو مين؟ زيزو، النني، حمدي. النني بيلعب قدام حجازي ومحمد عبد المنعم،
مع احترامي للنني ما عندوش القدرة انه يبقى لوحده في الحتة دي دفاعيا ويقدر انه يقفل المساحات عرض الملعب دي كلها ويغطي على هاني ويغطي الناحية التانية. قدرات النني ما تسمحلوش بكده. النني يعني بيلعب اللي هو الاستلام والتسليم والقريب بتاع، لكن ما عندوش شراسة في موضوع الضغط. فاللي بيحصل ان زيزو بياخد الجناح اليمين وصلاح بيخش للعمق ومصطفى محمد وتريزيجيه الناحيه الثانيه، اكننا بنلعب 4 2 4 او احيانا 4 4 2 بس زيزو ما كانش بيقفل كتير قوي للعمق، وحمدي فتحي برده شويه بس ما كانش في حالته الطبيعيه. يعني ايه في اول مباراه برده مش حالته الطبيعيه؟ انا لا تحصل يا كابتن عرابي، يعني انا مش عارف حضرتك يعني هقول لك على حاجه. احنا مش قصه، مش استوديو تحليلي، على قد ما بنحاول نفهم من حضرتك. ما هو الرؤيه، يعني ما اقول لك على حاجه، انا اخاف على غانا جدا. ليه؟ ماتش غانا، لان غانا جايه عايزه تعوض خساره، وانا دلوقتي لو ظهرت بنفس المشهد اللي حضرتك بتشرحه لنا ده دلوقتي، ما هو مش الطبيعي ان تظهر بنفس المشهد. ما هو مش طبيعي ان نفذر بنفس المشهد، لانه مش طبيعي. مش طبيعي ان حاله لعيبه منتخب مصر تبقى فرديا كلهم وحشين، كل فرديا قبل جماعيا، اصل ومين ممكن المسؤول عن ده برضه؟ ما هو فيتوريا واللعيبه، ما هو الاثنين. ما هو زي المكسب، لما بيقول المدير الفني ناجح وبيكسب على طول وما خسرش ولا ماتش على فيتوريا هو مسؤول، واللعيبه لان هي الادوات اللي بتنفذ. وهو انا مثلا فيتوريا اخطات في حاجات، معنى كده ان صلاح يبقى حالته وحشه قوي؟ معنى كده ان تريزيجيه حالته وحشه قوي؟ معنى كده انه حمدي فتحي يبقى حالته وحشه قوي؟ معنى كده ان زيزو يبقى حالته وحشه قوي؟ اختيار اللعيبه في المراكز اللي احنا ظهرت فيها كانت جيده، ولا المراكز دي كان المفروض يتم فيها تبديل اللعيبه؟ لا، هو الاختيار منطقي الى حد كبير، لكن هتقولي ممكن خطا في لاعب، خطا في اتنين على الاكثر، لكن انت حتى في الماتشات الوديه هو كان بيلعب في نص الملعب، امام عاشور الماتش الاخير ومروان عطيه والنني، وقدام الثلاثي ما بيتغيرش، ورا هم خط الظهر، ولاعب محمد حمدي مكان ابو الفتوح احمد فتوح. انا وجهه نظري ان احمد فتوح هو اللي يبدا، لكن محمد حمدي برضو ماشي قريب في المستوى، لكن احمد فتوح في نص الملعب. ناس كتير اتكلمت في التشكيل ده، يعني حتى نقاد او حتى ان زيزو مع مروان عطيه او نني ومعهم حمدي فتحي، يعني على زيزو مكان تامر عاشور امام عاشور انا بتكلم يعني زيزو يعني مكان امام، يعني هو الراجل اللي انا عايز اقوله بس عشان في مباريات تسمح لده وفي مباريات تسمح لده، فكده مش لا يقلل من احد. يعني هو برده تاني، ما هو اصله هو الثلاثه اللي اختارهم في نص الملعب ناس كتير جدا كان ممكن يقول لك ان الثلاثه دول هم اللي يبتدوا. أيوة. هي الحاله اللي ظهروا عليها بالظبط. الحاجه الثانيه انه النني مع احترامي الكامل ليه ما يقدرش يلعب رقم 6 لوحده، ما يقدرش. دي ممكن تبقى المروان عطيه، ممكن تبقى لو كان طارق حامد يعني في ايامه اللي هو كان كويس فيها يقدر يلعبها. فانا قلت لك ايه اللي حصل، ناس كتير افتقدت وجوده بالمناسبه. ماشي، بس هو برضو الى حد ما الناحيه العمريه كده من زاويه يقفل لك النص اللي انت بنتكلم عليه ده. لا، ما هو الحل بقى انك انت لما بتلعب زيزو ما تلعبش النني، انت على الاقل تلعب امام مروان عطيه، لانه اكثر شراسه من النني في منطقه رقم 6. هي بتدخل في الحسبه يا كابتن اسامه، انا اسف لمقاطعه حضرتك بس عشان برضو النقطه دي ما تهربش مننا. فكره ان انت عندك لعيبه دوليه بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه الاهم والاتقل على الاطلاق، فعاليه وجودهم مجتمعين في المنتخب ما بتتحققش غير كل فين وفين. هل دي نتيجه ان هم ما بيقعدوش مع بعض فترات كافيه سواء في معسكرات او بيخوضوا مباريات وديه بعدد كافي بحيث تتحقق السيمتريه والهارموني ما بينهم؟ هل دي بتدخل برضو في الحسبان ان كل واحد فيهم منور في الدوري بتاعه بس جايين مع بعض من غير الفعاليه؟ بس لعبوا مع بعض سنوات كتيره قوي الماضيه. لا، منتخبات يعني المنتخبات العالم كلها كده، منتخبات العالم كلها كده. ده انت بالعكس، ده انت الى حد ما المنتخب المصري بيلعب ماتشات وديه، وزي ما نواندي بتقول انه بقى لهم سنين بيلعبوا مع بعض. انت في منتخبات افريقيه ممكن يكونوا في السنه كلها لعبوا ماتشين ولا ثلاثه وديين، وبييجوا برضو من انديه مختلفه. ده مش
مش قصور يعني، ما بقاش قصور في التدريب. لا عادي جدا في الـ في الـ في الماتشات الوديه الدوليه بيتجمعوا عشان يلعبوا في الماتشات الديدا في الفيفا دي اللي هو اليوم الدولي بيجيبوا ماتش ودي بيلعبوه. معسكرات بتبقى بسيطه جدا قليله، يومين ثلاثه. المعسكر اللي قبل المباراه الرسميه اللي هو زي امم افريقيا كده بيبقى اسبوع 10 ايام، ده كل الدنيا كده. حتى في كاس العالم كده 15 يوم قبل البتاع، فده منطقي انه يتجمع من هنا وهنا، بقت طبيعيه. هي الفكره انا قلت لك كل مره هرجع للنقطه دي، مش منطقي ولا متخيل حتى بالنسبه لفيتوريا ان حاله 7 8 يبقوا في اسوأ حالاتهم اليوم ده. ما هو ما هي برضو دي حصلت لنا في منتخبات، حصلت لنا مع النادي الاهلي، حصلت طب اسبابها هي كابتن عرابي بيكون، ما هي بقى اسبابها هو بقى اللي يراجعها، لانه هو عامل معسكر بقاله فتره، لعب ماتش تنزانيا الاخير بقى من اسبوعين ولا حاجه، قاعدين هناك بقالهم اسبوع. هل المباريات الوديه والاعداد ده ما كانش الاروع واختيارنا للمنافسين اللي احنا لعبنا معاهم الوديات؟ لا ولا ملهاش علاقه؟ لا بس انا دايما بلعب مع مستويات ربما يا زي يا اقل، ايه الحكمه في كده؟ انا عايز افهم الحقيقه يعني. زي اقل حسب الفتره اللي انت بتعدي الفرقه فيها. يعني انا دلوقتي داخل على بطوله وناقص اسبوع او 8 ايام زي ما هو عمل لاعب تنزانيا، لانه مستوى الرابع او الثالث في افريقيا متوسط، وانت هتلعب بموزمبيق، وهو بس عايز اللي هو ايه بالتفنيشه الاخيره زي ما بيقولوا، ان مجمع ال 11 او ال 10 اللي هيلعبوا مع بعض في شكل مباراه تبقى مش شديده قوي عليهم، وبرده ما تبقاش بسيطه قوي. هو بس ايه التفنيش الاخير، لكن في مراحل تانية ممكن العب ماتشات قويه. ما هو لعب مع الجزائر، ولعب قبل كده مع بلجيكا، قبل كاس العالم اللي فات لما بلجيكا كانت بتستعد لكاس العالم. ففي وقت ممكن العب مع ماتشات مع فرق قويه، وفي وقت العب مع فرق متوسطه، وفي فرق العب في وقت العب فيه مع وفي فرق وفي وقت بزنق نفسي فيه ما بعرفش العب مع مستويات تفيدني. اصل هو لو احنا قعدنا نبرر الماتش ده هتلاقي 500,000 مباراه. لا احنا بس ما بنبررش، احنا بنحاول ندرس الحاله كلها. ما هو انا عشان كده انا بقول لك، النواحي الفنيه اللي حصلت. النواحي الفنيه ايه؟ حاجه جماعيه وحاجه فرديه. فرديا قلت لك اللعيبه كلها ما كانتش في الحاله الفرديه الجيده بتاعتهم. يعني هل ده مستوى محمد صلاح انه يباص الكره 10 مرات غلط؟ مش ممكن. هل دي حاله تريزيجيه اللي هو جهده غير عادي في الماتشات مش باين خالص كانه مش بالزبط. موجود؟ هل دي حاله حمدي فتحي اللي مش تايه في نص الملعب؟ هل دي حاله والله هو الجماهير بس اللي كانت في حالتها غالبا امبارح يعني؟ ماشي، ما هو طبيعي تقريبا. طب انا هقول لحضرتك حاجه، الكاس الامم الافريقيه اللي فاتت، منتخب المصري مش في احسن حالاته، وصل نهائي. الدوره اللي قبليها منتخب المصري مش في احسن حالاته، وصل نهائي. الدوره اللي فاتت تحديدا فيها كلام كتير جدا يعني. أيوة. رغم كل التذبذب اللي حصل في الاداره كمان. ماشي، يعني انا اقصد المنتخب المصري برضو مع كل اللي احنا بنقوله ده، هو في الدوره اللي فاتت وصل نهائي، والدوره اللي قبليها وصل نهائي مع الكاميرون، وهو اكتر فريق واخد البطوله، وهو ده مكانه الطبيعي على فكره يعني. ما هو طبيعي، بس هو وارد انه يحصل اخفاق، وارد. هل هو الاخفاق ده هيستمر؟ هي دي النقطه المقلقه اللي جايه مبدئيا. ما هو ده، هل الاخفاق ده هيستمر؟ لو استمر هيبقى هنا بقى في علامه استفهام كبيره. لكن فرض ان الاداء تحسن والاخطاء اللي هي وقعوا فيها اتصححت، اللعيبه ظهرت بالحاله الطبيعيه بتاعتها، مش هقول لك ال10 لعيبه اللي في الملعب، او سيبك يعني من غير الحارس المرمى، مش ال10 لعيبه، 8 يبقوا كويسين في حالتهم الطبيعيه، لكن 8 او 9 يبقوا في حاله بره الفورمه الفرديه، وبعدين كمان جماعيا الراجل مع حاجات من عنده ما عرفش يطلع بالماتش بالثلاث نقط. هي دي النقطة الخطيرة. عشان كده برضه كابتن أسامة التفصيل اللي حضرتك ذكرت فيها مصطلح انعدام الشراسة. في ناس شافت إن دي يعني ألقتها كتهمة على فيتوريا شخصيًا. طبعًا. يعني في ناس شافت إن هو ما عندوش الشراسة الكافية في اختياراته
وفي البوزيشننج تمركز اللعيبه وفي خطته اللي اللعيبه بيلعبوا بيها هو اللي فقد الشراسه مش اللعيبه. في ناس شافت كده، انت شايف يعني يعني اولا اختياره اللعيبه لا هو تقريبا بنسبه فوق تعدى 95% اختياره سليم، اختياره للعيبه بنسبه 95%. انت لو حسبت بره اللعيبه اللي هو اختارها كم واحد مفروض يستحق، ممكن تقول حسين الشحات، ممكن تقول محمد شريف، مين في ناس قالت هو طارق حامد قال اعتزال، ناس افتقدته كتير. ما هو طارق حامد قال اعتزال، هو اللي قال انا معتزل دولي وبتاع. بس فعليا بقى في اختياراته بالنسبه للمباراه في اللعيبه اللي موجودين عادي جدا انك انت ممكن تلعب كده. هو الحاله اللي كانوا فيها هي اللي اثرت على كده. انا قلت لك في نقطه فنيه صغيره انا قلتها فرقت كتير جدا في المباراه، اللي هي انه محمد صلاح بيخش للعمق وزيزو بيلعب على الطرف، وبقى النني وحمدي مش في حالته، النني بقى عايز يغطي عرض الملعب ده في ماتشات دوليه زي دي صعب جدا عليه. لازم يبقى زيزو قافل معاه، لازم يبقى حمدي فتحي قافل معاه، لازم يبقى صلاح قافل معاه، لازم يبقى تريزيجيه في نواحي شرسه في النواحي الدفاعيه، انك تخفف الـ الخطوره اللي عليك على محمد هاني. محمد هاني امبارح متساب يعني الناس رايحه جايه من ناحيته، نفس الشيء محمد حمدي نفس الشيء، فهي كان في تفكك طبعا مسؤول عنه فيتوريا في جزء منه، انه زي ما قلت لك انا لما اكون واحد لوحدي يبقى لازم يبقى مروان عطيه، انا بتكلم في الموجودين. ايوه طبعا يبقى مروان عطيه، لما يكون ماتشات اتقل من دي لازم يبقوا اتنين عندهم النواحي الدفاعيه اقوى من كده. بس هو كمان انه حمدي مش في حالته، زيزو مش في حالته، نني مش في حال مش حاله كويسه، مع الثلاثة اللي قدام باستثناء مصطفى محمد تريزيجيه، انت بتتكلم في 8 9 لعيبه، فدي مشكله. فهل هي بقى هتعالج في ماتش غانا ولا لا؟ لانه المفروض موزمبيق دي هي الفرقه الاسهل في الثلاثه. يعني احنا شفنا امبارح ماتش راس الاخضر وغانا كان اعنف من الماتش بتاع مصر، هي دي بقى النقطه اللي بقول لك عليها. كان في رتم اقوى واسرع من بدايه المباراه من الراس الاخضر. غانا ما ظهرتش بالحاله الجيده قوي غير في الشوط الثاني، ولكن برضو مش منتخب في المتناول. يعني انا شايف ان الراس الاخضر هيبقى هو الاخطر في المجموعه، يعني ممكن جدا لو مصر ما كسبتش غانا ممكن الراس الاخضر ده يتصدر المجموعه يعني. بس غانا برضو هيبقى قوي طبعاً هي عايزه تعوض، لا وهي عايزه تعوض الخساره اللي حصلت لها ومشروع. فيعني لا يعني الوضع كله اقول لحضرتك مقلق، كل الماتشات صراحه مقلقه. ما هو اي ماتش في اي بطوله لازم يبقى مقلق. اللي رايح ياخد البطوله او يلعب على البطوله لازم يعرف انه تركيز طول الوقت، اهتمام طول الوقت، كلام طول الوقت. يا ريت عندنا وقت. ولا وعشان كده لانه بيخلص يا كابتن وزان. انا بقول عشان كده لانه بيخلص. انا بقول ليه كده؟ لانه في فرق كتيره في كاس العالم، في امم افريقيا، في امم اسيا، في البطولات المجمعه بتطلع تدريجيا. ده مش معناه ان انا بقول ان انا امبارح المنتخب ادى اداء سيء. اداء سيء بالذات الشوط الثاني. اولا الشوط الثاني غلط غلطه كبيره جدا بعد ما جه هدفين فينا، مكوم 3 4 مهاجمين جوه ال 18 وبقينا نعمل اي اوفرات شمال ويمين وانت وحظك عشوائيه كده، اللي هي بقى ايه اللي هو انت زي ما جيت ضربه الجزاء، اللي هي ده مش مفروض يبقى اسلوب لعب فرقه كبيره. طبعا المفروض اسلوب الفرقه الكبيره حتى لاخر ثانيه يبقى في تحركات في الجانب اليمين، في الشمال، في اختراقات من العمق، في توسيع ملعب. انت هتحس ان المنتخب المصري كان كل همه لما نزل عمر كمال والناحيه الثانيه مرموش انه يحاولوا يلعبوا كور جوه ال 18 وخلاص. احنا يعني استنى الماتش غانا يا كابتن اسامه بس هو ده هيحصل ايه، ولازم تيجي تنورنا ونشوف بقى وقتها ونقيم في استدامه في التراخي اللي احنا شفناه امبارح ولا الاوضاع اتحسنت كما يعني نامل كلنا. هو ده المهم، هل الماتش الجاي هيبان وجه اخر للمنتخب المصري
ولا هتفضل الحاله دي؟ يا رب لو فضلت الحاله دي انت بره البطوله من بدري. للاسف الشديد. للاسف الوقت كمان جري. كابتن عربي والله نورتنا. الله يخليك. وانا على المستوى الشخصي استمتعت بالقراءه حقيقي. شكرا ليك جدا. شكرا. شوفك على خير باذن الله. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.